أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة هنستكمل مع بعض مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية. طبعا احنا عملنا حلقات قبل كده برضو للمراجعة، والنهاردة برضو الأستاذ خالد مشرفنا وهيعرض لنا مجموعة من الأفكار برضو جديدة في الجبر، ونشوف طرق الحل البسيطة السهلة في الامتحانات. ونرحب بالأستاذ خالد، نقول له أهلا بك يا أستاذ خالد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ماشي، اهلا وسهلا اعزائي الطلبه، النهارده هنعمل مراجعه واتمنى انها تعجبكم وتنال تلم المنهج كله باذن الله. اول مساله معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. عدد طرق تكوين فريق من 7 اعضاء من بين 9 بنات و5 اولاد، بحيث يحتوي الفريق على 3 اولاد فقط. يبقى احنا معانا 5 اولاد، عايزين منهم 3 فقط، يبقى نقول له 5 ق 3. قال لي و، يبقى فيه عندي 9 بنات وانا عندي الفريق مكون من 7، اقول له يبقى 9 ق 4، علشان يبقوا 3 الاولاد وال4 البنات يبقوا 7. يبقى في الحالة ديت عدد الطرق هيبقى 5 ق 3 في 9 ق 4. من الاولاد خدنا 5 ق 3. لما قال لي لا يحتوي على 3 فقط، يبقى انا بكتب 3، لكن لو قال لي 3 على الاقل، يبقى مرة اعملها 3 ومرة اعملها 4 ومرة اعملها 5. في كل مرة بزود بقى، لو انا عملت 4 يبقى هنا يبقى البنات تبقى 3، لو عملت هنا 5 يبقى البنات تبقى 2، وهكذا. لكن لما قال لي 3 اولاد فقط، يبقى 5 ق 3 في 9 ق 4. انهي اختيار من الاختيارات دي؟ هو الاختيار د. نمسك مسألة كمان، بعد نقطة ألف اللي هي عبارة عن سين وسالب 3 و4 عن محور السينات. البعد عن محور السينات، البعد عن محور السينات بيساوي الجذر التربيعي لسين لصاد تربيع زائد عين تربيع. هي سينات لكن جوه تبقى صاد تربيع زائد ايه؟ عين تربيع. طب يبقى نجي نقول له بقى، يبقى البعد بيساوي الجذر التربيعي، الصاد بسالب 3 اربعها تبقى 9، العين ب4 اربعها تبقى 16، واخد الجذر، جذر ال 25 تطلع بكام؟ ب5. نشوف انهي اختيار من الاختيارات دي. عندي الف عباره عن الجذر التربيعي لسين تربيع زائد 25، عندي ب عباره عن 5، عندي ج عباره عن سين، عندي د عباره عن سالب 5. يبقى الإجابة الصحيحة ب، وبظلل على الب. شوف مسألة كمان، المسألة بتقول الحد الخالي من س في مفكوك 2 س ناقص 1 على س تربيع أس 12 هو، ومديني اختيارات. طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنحل، فاحنا علشان نجيب الحد الخالي من س نجيب له ح ر زائد 1 اللي هي بتساوي نون قاف ر، وبعدين الاول اللي هو 2 س اس الفرق 12 ناقص ر، والثاني اللي هو سالب 1 على 2 س تربيع اس الايه ر. نحاول نبسطها شويه ونفككها شويه، هيبقى ح ر زائد 1 بتساوي نون قاف ر في 2 اس 12 ناقص ر في س اس 12 ناقص ر في سالب نص الكل اس ر في س اس سالب 2 ر. طبعا النون هنا ب 12، نعملها هنا بقى في المساله، يبقى ح ر زائد 1 بتساوي 12 ق ر، وهنا 2 اس 12 ناقص ر، وهنا نص بالسالب الكل اس ر. نجمع السينات بقى مع بعض، في س الكل اس 12 ناقص 3 ايه ر. علشان اجيب الحد الخالي من س هساوي الس دي بس اس 0، يعني اجي اقول له س اس 12 ناقص 3 ر بتساوي س اس 0، واذا تساوت الاساسات تساوت الاسس، يبقى 12 ناقص 3 ر بتساوي 0، يبقى اذا الر هتساوي 4. هنودي ال 3 ر الناحيه الثانيه ونقسم على ال 3، الر تبقى ب 4. يبقى معنى كده ان الحد الخالي من س هو الحد الخامس اللي هو عباره عن 12 قاف 4 في 2 اس 8، 12 ناقص 4 8 في نص الكل اس 4. راح يتفن الاشاره، العدد الزوجي بيلغي الاشاره. النص مع ال 2 اس 8 هيبقوا عباره عن كده ح 5 بتساوي 12 قاف 4 في 2 اس 4. 2 اس 4 من هنا هتروح مع نص اس 4 من هنا، ويروحوا مع بعض، هيبقى لي 12
قاف 4 في 2 أس 4. تعال نشوف أنهي اختيار من الاختيارات دي، هنلاقي الاختيار الصح هنا هو الاختيار رقم د. يبقى جبنا الحد الخالي من س هو عبارة عن 12 قاف 4 في 2 أس 4. لازم نحل ونحل بالراحة علشان نوصل للحل الصحيح. المسألة اللي بعديها بتقول إذا كانت ألف عبارة عن مصفوفة 1 وسالب 2 و3 وكاف وصفر وواحد وتلاتة واتنين وسالب واحد، وكان رتبة الألف بتساوي 2. أصلا دي مصفوفة 3 في 3، المفروض يبقى رتبتها 3، لكن طالما إن رتبتها 2 يبقى أكيد المحدد بتاعها كان صفر. يبقى هاجي أقول له كده بما أن رتبة ألف بتساوي 2 يبقى إذا المحدد بيساوي كام؟ صفر. وبناء عليه لما هساوي المحدد بصفر أقدر أجيب قيمة الكاف. يبقى هنا الفكرة في المسألة إنه قال لي إن رتبة ألف بتساوي 2، والمصفوفة لما تبقى 3 في 3 المفروض إن الرتبة بتاعتها تبقى 3. طب إيه اللي خلاها 2؟ يبقى لابد إن المحدد بتاعها اللي هو 3 في 3 كان بصفر. طب يلا نجيب المحدد كده. المحدد هيبقى 1 وافتح قوس ناقص وافتح قوس زائد وافتح قوس. 1 ألغي صف الواحد، وهنا هيبقى 0 في سالب 1 هتبقى بكام؟ بسالب 2. وهنا سالب 2 هيبقى فيه موجب 2 هنا. ونلغي صف الاتنين ونلغي الصف ده، هيبقى كاف في سالب واحد بسالب كاف ناقص 3. يبقى انا بلغيت صف الاتنين ولغيت العمود بتاعها، معايا كاف وتلاتة وواحد وسالب واحد، كاف في سالب واحد بسالب كاف، تلاتة في واحد بسالب تلاتة. نيجي هنا بقى نكتب تلاتة معامل بره، ونلغي صف التلاتة ونلغي صف العمود بتاع التلاتة، كاف في اتنين باتنين، كاف تلاتة في صفر بصفر. نفك بقى، طبعا الكلام ده المفروض بسويه بالصفر. يبقى سالب 2 سالب 2 كاف سالب 6 زائد 6 كاف. سالب 2 وسالب 6 يبقوا سالب 8. سالب 2 كاف وزائد 6 كاف يبقى موجب 4. 4 كاف بتساوي صفر. وودي ال 8 الناحيه الثانيه، يبقى 4 كاف بتساوي 8، اذا الكاف هتساوي 2. نبص على الاختيارات اللي معانا، أ بسالب 2، ب بصفر، ج ب 2، د ب 6. باجي عند الجيم وظلل وأقول له أنا طلعت الكاف ب 2 وظللت على رقم ج. نمرة 5 بتقول ن ناقص 1 ق 6 زائد ن ناقص 1 ق 7 أكبر من ن ق 6 إذا كان، ومديني أ وب وج ود. أفكرك بقاعدة الجمع. قاعدة جمع التوافيق كانت ن ق ر زائد نون قاف ره ناقص واحد بتساوي نون زائد واحد قاف ره. لما نحب نجمع اتنين توافيق مع بعض هتلاقي ان النون ثابته والره واحده اكبر من التانيه بواحد، يبقى هنا نون قاف ره وهنا نون قاف ره ناقص واحد. ناتج الجمع النون ازود له واحد والره اخد الكبيره منهم. طب انا عايز اجمع دول اللي هو نون ناقص واحد قاف سته زائد نون ناقص واحد قاف سبعه، يا ترى اعرف اجمعهم؟ يلا مع بعض. يبقى هنزود الدليل واحد هيبقى نون، نون ناقص واحد ازوده واحد هيبقى نون، واخد الكبير منهم هيبقى سبعه. اذا كل دول انا جمعتهم طلع نون قاف سبعه اكبر من نون قاف سته. هقسمهم على بعض هيبقى نون قاف سبعه على نون قاف سته اكبر من الواحد. أفكرك بقانون النسبة. يبقى النسبة عبارة عن نون ناقص الكبير سبعة زائد واحد على سبعة أكبر من الواحد. في الحالة دي هتبقى عبارة عن نون ناقص ستة على سبعة أكبر من الواحد. بالضرب في سبعة هيبقى نون ناقص ستة أكبر من السبعة. وأودي الستة الناحية التانية هتبقى نون أكبر من التلاتاشر. تبص تلاقي بقى الاختيارات اللي عندنا اهي قدامك، ألف نون أكبر من 4، ب نون أكبر من 12، ج نون أكبر من 13، هنا نون أكبر أو تساوي 13، لا إحنا هناخد ج لأن المسألة أصلاً ما فيهاش تساوي. يبقى الإجابة هنا نون أكبر من 13. المسألة اللي بعديها كون المعادلة التربيعية التي جذرها دول.
يبقى انا الاول قبل ما اكون المعادله احاول ابسط كل جذر منهم واخليه بشكل مبسط. فهاجي اقول له الجذر الاول اللي هو عباره عن 1 زائد اوميجا ناقص اوميجا تربيع الكل اس 3، 1 زائد اوميجا بسالب اوميجا تربيع، يبقى اجي اقول له يبقى سالب اوميجا تربيع ناقص اوميجا تربيع كل اس 3، سالب اوميجا تربيع وسالب اوميجا تربيع بسالب 2 اوميجا تربيع، يبقى هتساوي سالب 2 اوميجا تربيع الكل اس 3. هدخل الاس عليهم، الاولانيه تديني سالب 8، واوميجا اس 2 في اوميجا اس 3 يديني اوميجا اس 6، اوميجا اس 6 بواحد. يبقى انا كده جهزت الجذر الاول طلع بسالب كام؟ 8. طب نجيب الجذر الثاني، الجذر الثاني اللي هو عباره عن 1 زائد اوميجا تربيع ناقص اوميجا، انا خليت الاوميجا تربيع تقعد جنب الواحد، الكل اس 3، 1 زائد اوميجا تربيع بسالب اوميجا، يبقى انا هقول له دي بتساوي سالب اوميجا ناقص اوميجا الكل اس 3، سالب اوميجا وسالب اوميجا بيساوي سالب 2 اوميجا الكل اس 3. ندخل اس 3 عليهم، سالب 2 اس 3 بسالب 8 واوميجا اس 3 بواحد. اذا انا عندي الجذرين، واحد منهم سالب 8 والتاني ايضا سالب 8. افكرك بالمعادله بقى، المعادله كانت عباره عن س تربيع ناقص افتح قوس مجموع الجذرين س زائد حاصل ضربهم. دي المعادله كنا بنعملها كده. طيب هو مجموع الجذرين كام؟ مجموع الجذرين عباره عن سالب 8 زائد سالب 8 يدوني سالب 16. طيب حاصل ضربهم عباره عن سالب 8 في سالب 8 يدوا 4 وكام؟ و60. اذا المعادله عباره عن س تربيع ناقص دي بتاعه المعادله، وانا عندي سالب 16، يبقى موجب 16 س زائد 64 بتساوي كام؟ صفر. يبقى لما يجي يقول لي كون المعادله، لابد الاول ان انا ابسط الجذرين، بسطت الجذر الاولاني طلع سالب 8، بسطت الجذر الثاني طلع سالب 8، بدات بقى اكون له المعادله، جبت له مجموع الجذرين، جبت له حاصل ضرب الجذرين، وقلت له المعادلة عبارة عن س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد حاصل ضربهم بيساوي كام؟ بيساوي صفر. المسألة اللي بعديها بيقول له ألف عمودي، متجه ألف عمودي على المتجه ب، والمتجه ألف عمودي على المتجه ج. المتجه ألف عمودي على المتجه ب، والمتجه ألف عمودي على المتجه ج، وكان المتجه ب عبارة عن 2 و3 و2، والمتجه ج عبارة عن 1 و2 و1، وكان معيار المتجه ألف عبارة عن 4 جذر 2، فأن المتجه ألف بيساوي كام؟ فطبعا احنا مش عارفينه، فاحنا أول حاجة بنعملها بنفرض أن المتجه ألف عبارة عن لام وميم ونون، أي 3 حروف، أو ممكن أقول له ألف 1 وألف 2 وألف 3. وبعد كده اقول له بما ان الف عمودي على المتجه به، يبقى معنى كده ان الف ضرب قياسي به هيساوي صفر. تعالى بقى معايا كده اضرب بها اهي 2 و3 و2، والف لام وميم ونون زي ما فرضناها، يبقى هنضرب 2 في لام ب2 لام، وهنضرب 3 في ميم ب3 ميم، وهنضرب 2 في نون ب2 نون، بتساوي ايه؟ صفر. يبقى احنا كده عملنا المعادله الايه؟ الاولانيه. طيب ما هو برضو الف عمودي على ج، يبقى معنى كده انه ألف ضرب قياسي ج هتساوي صفر. طب اضرب كده بقى، انا عندي ج 1 و2 و1، هضربها في لام وميم ونون، هتبقى المعادله عباره عن لام زائد 2 ميم زائد نون بتساوي صفر. يبقى انا كده عندي معادلتين، المعادله الاولى 2 لام زائد 3 ميم زائد 2 نون بتساوي صفر، والمعادله الثانيه عباره عن لام زائد 2 ميم زائد نون بتساوي صفر. عايز الغي واحده من الاثنين، فهضرب في سالب 2، يعني هضرب المعادله دي كلها في سالب 2، يعني ديت هتبقى سالب 2، دي هتبقى سالب 4، دي هتبقى سالب 2، واجمع الاثنين لام هتروح مع الاثنين لام، الاثنين ميم هتروح مع الاثنين ميم، واجمع دول هيديني سالب ميم بتساوي صفر. يبقى اذا الميم تساوي صفر. هعوض بيها تاني هنا في اي معادله من المعادلتين، يعني هقول له لام زائد 2 ميم زائد نون بتساوي صفر، واحط الميم بصفر، يبقى اللام زائد النون بتساوي صفر. واودي اقول له يبقى النون بتساوي سالب اللام. طب ما انا عندي معيار المتجه الف اهو بيساوي
الجذر التربيعي اللام تربيع زائد ميم تربيع زائد نون تربيع، وفي نفس الوقت بيساوي 4 جذر 2. الميم بصفر واللام بتساوي النون، يبقى انا ممكن اقول له دي بتساوي جذر نون تربيع زائد نون تربيع بتساوي 4 جذر 2. نون تربيع زائد نون تربيع اللي هي عبارة عن جذر 2 نون بتساوي 4 جذر 2. اشطب دي مع دي يبقى النون بتساوي 4. طيب لما النون بتساوي 4 اقدر اقول له يبقى اللام هتساوي سالب 4 والنون بتساوي 4 والميم هتساوي 0. يبقى المتجه بتاعي عبارة عن سالب 4 وصفر واربعة. تعال نشوف الاختيارات بقى. الاختيارات انا عندي الف عبارة عن 2 و3 و1، عندي ب سالب 4 وصفر واربعة، هي الاختيار بتاعي اللي انا طلعته في المسألة. يبقى مرة تانية بنشرح المسألة. هو اداني الف وقال لي ان هو عمودي على ب، وقال لي انه عمودي على جيم، وقال لي ان معياره بيساوي 4 جذر 2، بس ما ادانيش الف. فانا قلت له خلاص انا هفرض الالف لام وميم ونون، وبعد كده قلت له بما انه عمودي مع ب يبقى هضربهم ضرب قياسي يطلع بصفر. عملت منها معادلة، المعادلة كانت 2 لام زائد 3 ميم زائد 2 نون بتساوي صفر. وبما انه عمودي على جيم يبقى الضرب القياسي اللي بينهم بيساوي صفر، ورحت ضربهم طلعت منهم معادلة تانية اللي هي لام زائد 2 ميم زائد نون بتساوي صفر. حطيت المعادلتين تحت بعض وضربت في سالب 2 وجمعت، طلع الميم بيساوي صفر. وعوضت عن الميم بصفر دي تاني في المعادلة، استنتجت منها ان النون بتساوي سالب اللام او اللام بيساوي سالب النون. ورحت قلت له بقى ما انا عندي معلومه تانية ان المعيار بيساوي 4 جذر 2. معيار الالف عباره عن الجذر التربيعي للام تربيع زائد ميم تربيع زائد نون تربيع، فرحت معوض عنهم وطلعت النون. النون طلعت ب 4، فرحت معوض عنها في المعادله، طلعت اللام بسالب 4 لان النون بتساوي سالب اللام، والنون ب 4 والميم بصفر. فقلت له يبقى المتجه عباره عن سالب 4 اللي هو اللام، ودي الميم، ودي النون، سالب 4 وصفر واربعة. يبقى المتجه اللي انت بتسأل عليه عبارة عن سالب 4 وصفر واربعة، ودورنا على الاختيارات واخترناها وعملناها. ناخد المسألة اللي بعديها. المسألة اللي بعديها بتقول إذا كانت معاملات ثلاثة حدود متتالية في مفكوك 1 زائد سين أس نون هي 35 و21 و7، اوجد قيمة نون واوجد رتبة الحدود الثلاثة بتاعتهم. فأنا باجي بقول له أنا هفرض إن الحد الأولاني اسمه حهره، والحد اللي بعديه اسمه حهره زائد 1، والحد اللي بعديه اسمه حهره زائد كام؟ 2، لأنهم حدود متتالية. المتتالي يبقى كل واحد يزيد على التاني مقدار 1، وبالتالي النسب بتاعتهم كانت 35 إلى 21 إلى 7. يبقى إحنا لو حبينا نقسم حهره زائد 1 على حهره، خلي بالك دي معاملات، يعني لازم تكتب هنا معامل وهنا معامل، يعني عوض عن السين بواحد. حهره زائد 1 على حهره اللي هي عبارة عن نون ناقص ره زائد 1 على ره، بتساوي هتقسم ده على ده 21 على 35، مع الاختصار يبقى فيها 3 على 5، على 7 فيها 3، على 7 فيها 5. يبقى دي أول معادلة هعملها، وهنضرب كمان طرفين في وسطين، 5 في نون بخمسة نون، خمسة في ره بسالب خمسة ره، خمسة في واحد بخمسة، وهضرب هنا تلاتة في ره بتلاتة ره، وادخل الره كلها مع بعض، هيبقى خمسة نون ناقص تمانية ره بتساوي سالب خمسة. وديت المعادلة الأولى اللي أنا عملتها من النسبة الأولانية اللي أنا خدتها. نيجي ناخد نسبة تانية اللي هي ح ره زائد اتنين على ح ره زائد واحد، اللي هتساوي نون ناقص ره زائد واحد زائد واحد على ره زائد واحد. خلي بالك برضو ده معامل وده معامل، يبقى احنا مش هنكتب هنا الحدود اللي موجودة لان الحد هنا سين وهنا واحد. هتساوي قسمة السبعة على الواحد وعشرين، على السبعة فيها الواحد، على السبعة فيها التلاتة. هندخل السالب على القوس، سالب ره وسالب واحد مع الواحد، هتطلع نون ناقص ره على ره زائد واحد، هتساوي واحد على التلاتة. ونضرب طرفين في وسطين، يبقى تلاتة نون ناقص تلاتة ره بتساوي ره زائد واحد، ودخل الره الناحية دي، هي بالموجب هتروح الناحية التانية بالسالب، هتبقى تلاتة ره ناقص اربعة نون بتساوي واحد. وانا عندي المعادلة الاولانية خمسة نون ناقص تمانية ره بتساوي سالب خمسة.
لو ضربت المعادلة الأولى في سالب 2 هتبقى كده، سالب 6 نون زائد 8 ر سالب 2، ولو جمعت ده هيروح مع بعضه، سالب 6 نون من 5 نون يبقى سالب نون، وسالب 5 وسالب 7 يبقى سالب 5 وسالب 2 يبقى سالب 7. هنطير السالب يبقى النون هتطلع بكام؟ ب7. ولو عوضت في أي من المعادلة من المعادلتين هيطلع الر بكام؟ ب5. ولما ر بتبقى 5 يبقى معنى كده إن الحد الأولاني كان ح 5 والحد التاني كان ح 6 والحد التالت كان ح 7، يبقى أنا كده جبت لك النون وجبت لك رتبة الحدود الثلاثة، النون طلعت ب7 ورتبة الحدود الثلاثة ح 5 وح 6 وح 7. المسألة اللي بعديها، واحد زائد أوميجا زائد أوميجا تربيع زائد أوميجا تكعيب زائد زائد غاية أوميجا أس 100. ماشي أستاذ خالد، معانا محمد من أسيوط عايز يحل معاك المسألة دي. ماشي ألو محمد. ألو السلام عليكم. ألو يا محمد، أخبارك أوجد إيه يا محمد؟ البعد العمودي. أنت هتديني مسألة يعني نحلها؟ أيوه. أوجد البعد العمودي. ماشي يا محمد، أوجد البعد العمودي من النقطة اكتب قول الثلاثية 3 وسالب 1 و7. 3 وسالب 1 و7 ايوه، على المستوى المستقيم. على المستقيم اوجد البعد العمودي. خلاص ايوه معاك معاك يا محمد، كمل. للمستقيم المر بالنقطتين ها الثلاثية 2 و2 وسالب 1. 2 و2 وسالب 1 وايه تاني؟ و0 و3 و5. 0 و3 و5 بس. في مسألة حاول أن تحل. حاول أن تحل. ها. برن باستخدام نظرية ذات الحدين. أيوة. أن نون قف صفر لكل تربيع. نون قف صفر لكل تربيع زائد نون قف واحد لكل تربيع. زائد نون قف اثنين لكل تربيع. زائد نون قف لكل تربيع. زائد نون قف نقط. آه بتساوي. زائد نون قف نون لكل تربيع. بتساوي اثنين نون قف نون. اثنين نون. قاف نون. اتنين نون فوق. قاف نون. اتنين نون قاف نون. اه اتنين نون قاف نون. ماشي. آه. ايه تاني يا محمد؟ اوجد معامل سينوس 10. ده انت ايه ده هتدينا اوجد. معامل سينوس 10. معامل سينوس 10. في مفكوك. في مفكوك. افتح قوس. واحد زائد سين. ناقص سين تربيع. ناقص سين تربيع. كل اس 9 دي كلها حاول ان تحل في الكتاب. حاول ان تحل في الكتاب. ايه تاني يا محمد؟ بس شكرا. عملت ايه في الاحصاء يا محمد؟ شكرا. ماشي لك شكرا. ممكن نخليهم بعد ما نخلص؟ اه ماشي، انا هجهز لك المساله هحل لك دي و... انا حاطط مساله على البعد العمودي دي ومساله هنا كمان. انا هحل لك بتاعه ذات الحدين وانت تكون كده ايه حليت دول بحيث ان نملها له على طول. بعد ماشي اتفضل حل. اشتغل انت عادي. بالنسبه للمساله الاولانيه، واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع زائد اوميجا تكعيب زائد اوميجا اس 100، عايز مجموعهم. انا لاحظت عليهم كده انها متتابعه هندسيه. ليه متتابعه هندسيه؟ لو قسمت الاوميجا على الواحد فيها الاوميجا، طب لو قسمت اوميجا تربيع على الاوميجا فيها الاوميجا، طب لو قسمت اوميجا تكعيب على الاوميجا تربيع فيها الاوميجا، يبقى دي متتابعه هندسيه. الالف بتاعتها بواحد، الر بتاعتها باوميجا. طيب ده مجموع متتابعة هندسية، أقول له يبقى جيم نون عبارة عن كمان النون بتاعتها بمية وواحد، لأنه من أوميجا لغاية أوميجا أس 100 دول 100 حد، ومعانا الواحد يبقوا 100 وكام واحد، يبقى ألف في ره أس نون ناقص واحد على ره ناقص واحد، يبقى جيم 101 هتساوي ألف اللي هو واحد في ره أس ره اللي هي الاوميجا، ما هي الاوميجا هي ر اس 101 ناقص 1 على اوميجا ناقص 1. يبقى في الحاله ديت اوميجا 101 ديت تقبل القسم على 3 اللي هي اوميجا 99، اقرب حاجه ليها تقبل القسم على 3، يبقى فاضل لنا في من 101 اوميجا اس 2 ناقص 1 على اوميجا ناقص 1. يبقى انا باجي افصص ال 101 دي اقول لهم اقرب عدد يقبل القسم على 3 لل 101 ال 99. فال 99 ديت تقبل القسم على الثلاثه دول كده هيبقوا بيساوي 1، يبقى فاضل لنا اوميجا اس 2. هنحللها اوميجا ناقص 1
في اوميجا زائد واحد على اوميجا ناقص واحد، راح ده مع ده الناتج يطلع اوميجا زائد واحد اللي ممكن اسويها بسالب اوميجا تربيع. يبقى اوميجا زائد واحد هتساوي سالب اوميجا تربيع. تعال نبص في الاختيارات، هنلاقي الاختيارات عبارة عن ايه؟ صفر، واحد، اوميجا، سالب اوميجا تربيع. يبقى الاختيارات اوميجا سالب اوميجا تربيع هو الحل. يبقى احنا بنعيد المسألة تاني، خلي بالك، واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع زائد اوميجا تكعيب زائد اوميجا اسرية. يبقى في الحالة ديت بنقول له دي متتابعة هندسية. طب عرفت منين؟ قسمت الاولاني على التاني على الاول طلع فيها الاوميجا، قسمت التالت على التاني اوميجا تربيع على اوميجا طلع فيها الاوميجا، قسمت اوميجا تكعيب على اوميجا تربيع طلع فيها الاوميجا. يبقى دي متتابعة هندسية. الحد الاول بتاعها الف، الره بتاعتها هي اوميجا، عدد الحدود هم 101، من اوميجا لغايه اوميجا اس 100 100 حد، والواحد يبقوا 101. طيب يبقى ج ن عباره عن ا، ده القانون بقى بتاع مجموع عدد معين من الحدود. ج ن بتساوي ا ر اس ن ناقص 1 على ر ناقص 1. الالف بواحد، الر باوميجا، النون ب 101 ناقص 1 على اوميجا ناقص 1. في الحاله ديت هنيجي نقول له يبقى اوميجا تربيع ناقص واحد على اوميجا ناقص واحد، وهنحللها فرق بين مربعين، ده راح مع ده هيبقى لي اوميجا زائد واحد. اوميجا زائد واحد ديت هرفع كده شويه، اوميجا زائد واحد اللي هي بتساوي سالب اوميجا. بص كده على الاختيارات، سالب اوميجا تربيع، سالب اوميجا تربيع. نيجي بقى للمساله اللي بعد كده، اوجد عدد طرق اختيار فريق مكون من اربع افراد من نفس الجنس، يعني يا بنات يا اولاد، من بين 9 أولاد و6 بنات. هنا في الحالة دي بنقول يا بنات أو أولاد، وطالما قلنا أو يبقى زائد مش فيه، غير لما نيجي نقول و. يبقى هنا في الحلقة في المسألة اللي فاتت كنا بنقول 3 بنات و4 بنين أو 3 بنين و4 بنات كان فيها و. هنا الفرق بين الواو والأو، الواو تبقى فيه والأو تبقى زائد. يبقى احنا هنا عايزين نكون فريق مكون من 4 أفراد من نفس الجنس، من بين 9 أولاد و6 ايه بنات. فنيجي نقول له ايه في الحالة دي، هيبقى نقول له 9 ق 4 دول بتوع الأولاد، أو 6 ق 4 دول بتوع البنات. يبقى يا إما هعمل فريق من نفس الجنس اللي هو البنين تسعة، من التسعة اختار منهم 4، أو يبقى بعمل علامة الزائد من البنات 6 ق 4. يبقى نفرق ما بين ازاي اعملها فيه او ازاي اعملها زائد، زائد لما تبقى المسألة او. طب واحد يجي يقول لي ايه ما قاليش او في المسألة، نيجي نقول له ما هو عايز فريق من نفس الجنس، من نفس الجنس يا اما يبقى بنات او يبقى انت اللي هتقول او غصب عنك. ففي الحالة دي الاختيار بتاعي هيبقى دال الف ب 15 قف 4، ب ب 9 قف 4، دال ب 9 قف 4 في 6 قف 4. هنا عاملها بالفي، هنا 9 قاف 4 زائد 6 قاف 4 هنا المفروض تبقى هي اللي ايه اللي صح. المسألة اللي بعديها بيقول له اذا كان س ناقص 1 احد عوامل المحدد، اذا كان س ناقص 1 احد عوامل المحدد فاوجد قيمة كاف. انت حضرتك لما بتساوي العامل ده اللي هو س ناقص 1 ده بتساويه صفر، واذا بتطلع الس بواحد وتعوض عنه، يبقى لابد ان المحدد يطلع بكام؟ بصفر. يعني انت بتعمل حاجتين في وقت واحد، بتجيب قيمه الس وتعوض عنها في المحدد فتساوي المحدد بصفر. اذا هتيجي تقول له اذا المحدد هيساوي كام؟ صفر، لما بعوض عن الس بكام؟ بواحد. يلا نعوض عن الس بواحد، 1 ناقص 1 هيبقى صفر، يبقى هنا واحد، يبقى هنا واحد، واحد واحد، واحد زائد واحد 2، هنا سالب واحد، هنا واحد، هنا واحد زائد كاف. يبقى انا اول حاجة عملتها خدت المعامل اللي انت قلت لي عليه سويته بالصفر، طلعت منه السين طلعت بواحد، حطيت الواحد ده في المحدد وقلت له يبقى اكيد المحدد ده هيساوي كام؟ صفر. يلا نفك المحدد عن طريق الصف الاول، اول حاجة فيه بصفر فمش هنفك بيها، تاني حاجة اشارتها واحد يبقى سالب واحد وهفتح قوس، زائد واحد وهفتح قوس. بالنسبة للاولانية ادي الصف وادي العمود، هيبقى لي بقى 1 في 1 زائد كاف ب1 زائد كاف، ناقص ناقص وسالب 1 في 2 بسالب 2 يبقى زائد 2. بالنسبة للواحد اللي هنا الغي الصف والعمود، 1 في 1 ب1 ناقص 1 تاني يبقى زائد 1.
يبقى سالب واحد اهي هتتضرب في كاف زائد تلاتة، واحد واتنين تلاتة، وهنا واحد في واحد وواحد اتنين. خش اضرب بقى سالب كاف واحد بسالب كاف، سالب واحد في تلاتة بسالب تلاتة زائد اتنين، المفروض الكلام ده بيساوي كام؟ صفر. سالب كاف وسالب تلاتة وسالب اتنين بسالب واحد بيساوي صفر، اودي الكاف الناحية التانية، اذا الكاف هتساوي سالب واحد. هنا مش اختيارات، دي مسألة، فهو الراجل بيقول لي اوجد قيمة كاف، قلت له الكاف بتساوي سالب واحد. محمد من أصل، الو، ايوه يا محمد، الو محمد، الو محمد، ايوه محمد، انا صام من كفر الشيخ، عايز المسائل اللي محمد من اسوان اللي كان متصل دلوقتي. طيب هنحلها لك، حاضر احلها لك، ماشي هنحل لك المساله، هنحل له بتاعه ذات الحدين الاول اللي. ماشي نحل الاول البعد العمودي. ماشي اوكي، البعد العمودي عباره عن نقطه اهي، عباره عن 3 وسالب 1 و7، عباره عن نقطه، وانا عندي هنا نقطتين اللي هم عبارة عن اتنين واتنين وسالب واحد. نازل بقى والنقطة التانية صفر وتلاتة وخمسة. انا عايز البعد العمودي، فالاول هعمل كده واقول له ادي الف، ادي ب، وادي جيم، وانا عايز البعد العمودي اللي هو الف دال. ماشي، اول حاجه بعملها بجيب له ا ب اللي هو ب ناقص ا، ب اللي هي عباره عن 5 و2 وسالب 1 ناقص ا اللي هي 3 وسالب 1 و7، فتبقى 5 ناقص 3 2، و2 ناقص ناقص 1 تبقى 3، وسالب 1 سالب 7 يبقى سالب 8. ده عباره عن ا ب، نجيب متجه ألف، ده المتجه ألف ب، ونجيب كمان معياره. معيار المتجه ألف ب عبارة عن الجذر التربيعي لأربعة زائد تسعة زائد أربعة وستين، هيساوي جذر أربعة وستين وأربعة يبقوا تمانية وستين، وتسعة تلاتة وسبعين، وتسعة تمانية وستين، وتسعة يبقوا سبعة وسبعين، وسبعين. نيجي بعد كده نجيب المتجه ي او المتجه ب ج، متجه ي اللي هو عباره عن ب، هنسمي النقطه دي ج، ب ج اللي هو ج ناقص ب، هو عباره عن ج اللي هي 0 و3 و5 ناقص ب اللي هي 5 و2 وسالب 1. نطلعها بقى، 0 من 5 سالب 5، 3 ناقص 2 1، 5 ناقص ناقص يبقى 6. يبقى في الحالة ديت أنا جبت المتجه أ ب وجبت المتجه ب ج، أقدر أجيب ب د اللي هو مسقط أ ب على ب ج، اللي هو عبارة عن أ ب ضرب قياسي المتجه ي على معيار المتجه ي. ب د، ب د اللي هنا اللي عندي تحت هنا ده أنا بجيبه إزاي؟ بجيب له مسقط ا ب، يبقى ا ب ضرب قياسي. يلا نضربها مع بعض بقى، ا ب انا مجهزها هي 2 و3 وسالب 8، ضرب قياسي المتجه ي اللي هو سالب 5 و1 و6 على معيار المتجه ي اللي هو عباره عن 25 زائد 1 زائد 36، يبقى ب د هتساوي، اضرب معايا بقى 2 في سالب 5 بسالب 10، 3 في 1 بتلاتة، سالب تمانية في ستة بسالب تمانية، تمانية واربعين. تحت خمسة وعشرين وواحد ستة وعشرين وستة وتلاتين يبقوا اتنين وستين. يبقى في الحالة دي نجمع بقى، تلاتاشر وتمانية واربعين، يبقى به دال هتساوي واحد وستين على جذر 62. في الحالة دي تقدر تجيب ألف دال بفيثاغورس، ألف دال تربيع هي عبارة عن ألف به الكل تربيع ناقص به دال الكل تربيع.
ألف ب إحنا جايبين المعيار بتاعها عبارة عن جذر 77 الكل تربيع ناقص ألف د اللي هو 61 على جذر 62 بفيثاغورس على طول تقدر تجيبها. يبقى جبت المسخ وكده ماشي. يبقى أنت جبت طول ألف د اللي أنت عايزه. ممكن تعمل حاجة تانية، إنك أنت عشان تجيب طول ألف د بعد ما جبت ألف ب وجبت ب ج اللي هو إيه تضربهم ضرب اتجاهي وتجيب المعيار، فضرب اتجاهي عبارة عن ألف ب في ب ج في جاهه هيطلع طول العمود اللي انت جبته. بالنسبة للمسألة التانية انت بتجيب له واحد زائد س الكل السنون فكها بتفكها عبارة عن نون قاف صفر زائد نون قاف زائد نون قاف واحد س أس واحد زائد نون قاف اتنين س أس اتنين زائد نون قاف تلاتة س أس تلاتة لغاية نون قاف نون، وبتجيب له س زائد واحد الكل أس نون. س زائد واحد الكل أس نون اللي هي عبارة عن نون قاف صفر س أس نون زائد نون قاف واحد س أس نون ناقص واحد زائد نون قاف اتنين س أس نون ناقص اتنين لغاية واحد، وبعدين بتعوض عن الواحد السين بواحد. هو هنجيبهم، هو عايز يبقى هو طالب مني معامل سين اس نون في مفكوك واحد زائد سين اس اتنين نون. يبقى هنا لما بضربهم على طول هنا ما يجي هيضربهم في بعض هتديني هنا على لما طول. تعوض عن السين بواحد في الطرفين هتلاقي معاك نون قاف صفر الكل تربيع زائد نون قاف واحد الكل تربيع زائد نون قاف اتنين الكل تربيع زائد نون قاف تلاتة الكل تربيع وهكذا لغاية نون قاف نون الكل تربيع. بس يبقى هو المطلوب مني في المفكوك اجيب مفكوك هنا س اس نون في مفكوك هنا 1 زائد س اس 2 نون. لما تعوض هنا عن س بواحد هتطلع 2 اس نون. خلاص هي كده، يبقى المطلوب زياد مفكوك، يعني نكتب له كده المطلوب يعني هنا بالتعويض عن س بتساوي 1 معايا كده؟ يبقى انت بتعوض عنها وبتطلع الطرفين في وسطين وتثبت الناتج اللي احنا قلناه. مظبوط كده؟ مظبوط كده. نيجي للمسألة اللي بعديها. نص 10 في المفكوك ده. نيجي للمسألة اللي بعديها. ماشي. هنجزئها. هنجزئها. هنعتبر الحد الأولاني هو س زائد واحد والحد الثاني هو س تربيع. هيبقى كده عبارة عن واحد زائد س ناقص س تربيع الكل أس 9. هيبقى عبارة عن واحد زائد سين الكل أس 9 زائد 9 قاف واحد في واحد زائد سين الكل أس 8 في سين تربيع في سالب سين الكل تربيع أس 1 زائد نو 9 قاف 2 في سين زائد واحد الكل أس 7 في سالب سين الكل أس تربيع الكل أس 2 معايا كده؟ زائد 9 قاف 3 في س زائد 1 الكل اس كام؟ 6 في س اس 2 الكل اس 3 وهكذا بنعمل الحكايه دي. ندور بقى على حواصل ضرب، حواصل ضرب اللي تجيب لي س اس 10. انا عندي هنا س تربيع، مين اللي يجيب لي س اس 10؟ اخر حد اللي هو س اس 8. يبقى معنى كده ان انا هفك له القوس ده، هيبقى اول حد عندي 9 قاف 1 في المفكوك ده اللي هو هيبقى عباره عن 8 قاف 8 س اس 8 س اس 8 في س تربيع. يبقى ده اول حد بيجيب س اس 10. طيب نيجي هنا س اس 10 هنا دول اخر حاجه فيها س اس 7، يبقى س اس 6 اللي موجوده. يبقى هاجي اقول له هنا 9 قاف 2 في 7 قاف 6 س اس 6 في س اس 4. بس خلي بالك دي التربيع هيلغي الاشاره، هنا التربيع مش هيلغي الاشاره، يعني هنا في سالب. معايا يا استاذي؟ لا تمام كده، ما كده س اس 10. انت بتحاول تجيب اللي هو يجيب 10 هنا ومعاهم س اس 10 هنا. هنا
هنا دي سين اس 5 يبقى لازم تجيب من هنا سين اس 5 يبقى هتيجي تقول له زائد سين اس 6 لا هجيب سين اس 4 دي سين اس 6 هجيب سين اس 4 بس برضو هنا الاشاره مش هتتلغي هيبقى سالب 9 قاف 3 في سين اس اولا في 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 قاف 6 4 سين اس 4 في سين اس 6 وهكذا هو هيجمع كده بس السؤال ده ما يجيش في الامتحان يعني لا ما هو السؤال ما يجيش في الامتحان بس احنا بنقول له طريقه الحل يعني. ازاي يعني بعد كده بتاخد انت المعاملات ما بتاخدش السين اس 10 لا خلاص كده بتاخد انت المعاملات يعني بتيجي تقول له سالب 9 قاف 1 ماشي يا استاذ خالد خلاص كده كفايه هو كمل يا فندم ايوه الو 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 ايوه انا عصام من كف الشاي ايوه يا عصام المسألة انت حلتها غلط وهي قدام الصح ايه؟ مسألة ايه؟ المسألة اللي انتوا بتقولها بتاعت واحد زائد سين ناقص سين تربيع لكل تسعة ما احنا حلينا صح يا حبيبي لا انهي مسألة بتاعت ذات الحدين؟ مسألة ايه يا ما هي محلولة قدام في الكتاب صح هي دي مسألة ايه؟ قول المسألة بتقول ايه؟ وخلصين ناقص سين تربيع ما تقول المسألة أسمعني المسألة طيب أوجد معامل سين سين أس 10 طيب ما هو فكلك أهو كاتب لك إن هنا قسمتها إلى جزئين اللي هي عندك واحد زائد سين ناقص سين تربيع الكل أس 9 خلاص إحنا نخلي الواحد لوحده أنت حافظ المسألة يا بابا المسألة بتتحل بكذا طريقة ما هي كذا طريقة أنت حافظ يا بابا المسألة إحنا بنجمع معاملات زي ما هو شافها إحنا بنحلها بطريقة تانية يا بابا لا هي محلولة صح عندي طب ما هي كده الحل ده هو هيطلع نفس النتيجة يا ما هو احنا برضو محلولة صح عندنا برضو جرب الحل التاني كده جرب الحل ده كده فك انت بس السين عبارة عن واحد زائد سين وسين تربيع اسهل لك يعني اسهل لك انا ذكر انا من الكتابة انتوا بتعرفوش تحلوا طب كتر خيرك ماشي ماشي ده جنبه مدرس بيحل معاه ماشي في مساء في ايام المراجعه المفروض ان مابقاش فيه مسائل بتخش علينا احنا طول السنه احنا طول زي كده مش هتحل كمان اصل دي ما تجيش امتحان حتى لو كده كده ما احنا حليناها ايوه لا انت حليتها له بطريقه سهله ماشي يا استاذ هو معاه مساله طب انت معاك المساله ومحلوله بتسال ليه لا هم قاعدين جنب بعض مجموعه ماشي اوجد حجم متوازي السطوح الذي فيه ثلاثة أحرف متجاورة تمثلها المتجهات ألف اللي هي 3 وسالب 4 و1 وصفر و2 وسالب 3 وجيم 3 و2 و2 ألو في حد تاني هيخش؟ ألو نكمل يا أستاذ حجم متوازي السطوح الحجم بيساوي ألف ضرب قياسي في د في جيم ضرب اتجاه اللي هو بيعتبر المحدد اللي احنا بنجيبه على طول عبارة عن محدد كده بنكتب فيه التلاتة والسالب اربعة والواحد ده الالف والصفر والاتنين والسالب تلاتة ده الب وبعدين التلاتة والاتنين والاتنين ده الجيم نضربهم بقى في بعض ويطلع لنا الحجم على طول فعلشان نضربهم مع بعض يلا بنقول له بقى تلاتة افتح قوس ناقص بتاعت إشارة المحدد وهنحط سالب 4 يبقى زائد 4 ونفتح قوس زائد 1 ونفتح قوس يلا بقى هنلغي الصف والعمود هنا 2 في 2 ب 4 ناقص 2 في سالب 3 بسالب 6 يبقى موجب 6 هنلغي الصف بتاع سالب 4 والعمود بتاع سالب 4 الصف اتلغى والعمود بتلغى 2 في 0 ب 0 ناقص يبقى هنا في 9 نيجي عند الواحد نلغي صف العمود والصف بتاع العمود بتاع الواحد والعمود بتاعه صفر في اتنين بصفر يبقى سالب ستة نجمع بقى تلاتة في اربعة وستة عشرة زائد اربعة في تسعة بستة وتلاتين ناقص ستة يبقى تلاتين زائد ستة وتلاتين ناقص ستة يبقى هيطلع الناتج ستين وحدة حجم يبقى هو شرط حجم متوازي السطوح انه لازم ثلاثة يخرجوا من نفس النقطة يعني يكونوا ثلاث أضلاع متجاورة وخارجين من نفس النقطة فهو هنا قايل لي ثلاثة أحرف متجاورة تمثلها المتجهات أ و ب و ج فاحنا قلنا له الحجم بيساوي الحاصل الضرب الاتجاه القياسي اللي هو بيتحط في محدد وبنكتب فيه الحكاية كلها. المسألة اللي بعديها
اوجد نص قطر السطح الناتج من تقاطع الكرة س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 2 ص ناقص 4 ع بتساوي 11. نقرا المسألة تاني. اوجد طول نص قطر سطح الكرة الناتج من تقاطع الكرة اللي هي س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 2 ص ناقص 4 ع زائد 11، والمستوى س زائد 2 ص زائد 2 ع بتساوي 15. احنا بنتخيل ان احنا بنرسم كرة وقطعها مستوى، فالمستوى ده برضو عامل دايرة هنا كده، وادي مركز الكرة. تعال نعين مركز الكرة. مركز الكرة عبارة عن سالب نص معامل سين، مفيش سين يبقى صفر، وسالب نص معامل صاد هي سالب اتنين، هقسم على سالب اتنين هيبقى فيها الواحد، وسالب نص معامل عين هيبقى فيها الاتنين، يبقى المركز بتاعي صفر وواحد واتنين. طب نص القطر نق بتساوي الجذر التربيعي للام تربيع زائد كاف تربيع زائد نون تربيع ناقص جيم. نق بتساوي الكلام ده. طب انا عندي كل ده؟ اه عندي. يبقى نق هتساوي الجذر التربيعي للام تربيع بصفر زائد لام زائد كاف تربيع بواحد زائد نون تربيع باربعه، وال11 هتخش بالسالب وفيها سالب يبقى زائد 11، يبقى 1 و4 5 و11 يبقى 16، يبقى نق بكام؟ ب4. نص قطر الكره ب4. طب انا عايز اجيب طول العمود اللي انا هسميه هنا لام، طول العمود الساقط من المركز على المستوى، معايا معادله المستوى، يبقى اجي اقول له لام هتساوي مقياس على جذر تربيعي، مقياس على الجذر التربيعي لمعامل السين بواحد، معامل الصاد ب4، معامل العين ب4. نعوض بقى عن النقطة، عن السين بصفر زائد اتنين في واحد باتنين زائد اتنين في اتنين باربعة ناقص 15. اللام تحت بجذر 9 اللي هو 3، وجوه المقياس 2 و4 6 من 15 يبقوا 9، 9 من على 3 فيها 3، يبقى أنا عندي البعد العمودي 3 ونص القطر 4. أقدر أجيب نص قطر السطح الناتج من التقاطع، هقول له نص قطر السطح ده هسميه نق، هسميه نق واحد عشان تمييزا عن نق اتنين، دي هيساوي الجذر التربيعي لاربعه تربيع ناقص ثلاثه تربيع. انت موجود في مثلث قائم، الوتر بتاعك 4، الضلع هنا 3، اقدر اجيب دي هيطلع الناتج بجذر 7. ولو طلب مساحه المقطع ده، لو طلب هنا مديني، طلب مني هنا عايز طول نص طول قطر نص بس، قطر. لو طلب مساحة المقطع يبقى بقى المقطع تربيع. دايرة، واقول له طه نق تربيع يبقى 7. واجيب له مساحة المقطع، ولو طلب المحيط يبقى 2 باي نق، ولو طلب المحيط يبقى 2 باي نق. ماشي. ولو طلب مساحة الكرة وانا معايا نص قطر الكرة ب4 طه نق تربيع، مساحة الكرة الخارجية غير حجم الكرة، حجم الكرة 4 على 3 طه نق تربيع. اذا قطع المستوى س على 4 زائد ص على 2 زائد ع على 2 بتساوي 1، محاور الاحداثيات في النقط الف وب وج، فان مساحه المثلث. استاذ ماهر كان حل المساله دي بطريقه، واحنا هنحلها بطريقه تانية عشان ندي لك اكتر من طريقه. فاحنا نيجي نقول له ايه؟ ادي الاحداثيات اهي، ادي الاحداثيات اهي، قاطع من محور السينات 4، قاطع من محور الصادات 2، قاطع من محور العينات 2. هرسم المثلث، بلاحظ ان المثلث كل مثلث من دول متواجد ضلع فيه في مثلث قائم، يعني ده 4 وده 2، اقدر اجيب الضلع ده. انا لو سميت ده الف، ده ب، ده جيم، اقدر اجيب الف ب من المثلث الف واو ب، يعني اجي اقول له كده انا في المثلث الف واو ب اقدر اجيب لك الف ب. الف ب ده وتر بيساوي الجذر التربيعي لاربعه تربيع اللي هي 16 زائد 2 تربيع اللي هي 4، تطلع بجذر كام؟ 20. برضو في المثلث اللي تحت، في المثلث واو ب جيم اقدر اجيب لك ب ج، لانه وتر، ضلع ده 4 والطول ده 2، هيبقى بيساوي الجذر التربيعي ال 16 زائد 4 بيساوي جذر كام؟ 20.
واخيرا اقدر اجيب طول ا ج موجود في مثلث قائم في المثلث ا واو ج اللي هو عباره عن ا ج بيساوي الجذر التربيعي لاتنين تربيع باربعه، واتنين تربيع باربعه هيطلع بجذر كام؟ بجذر 8. كده انا جبت الاضلاع الثلاثه، اقدر اجيب زاويه ب، فهاجي اقول له جتا ب بتساوي، جتا ب عباره عن 20 زائد 20 ناقص 8، جذر 20 تربيع زائد جذر 20 تربيع ناقص جذر 8 تربيع على 2 في جذر 20 في جذر 20، اللي هتطلع في الاخر 32 على 40. يبقى جتا ب عباره عن على 8 فيها الأربعة على التمانية فيها الخمسة. لو حطيتها في مثلث قائم كده وقلت له الجتا هنا أربعة والوتر هنا خمسة هيبقى دي تلاتة، يبقى أنا أقدر أقول له يبقى الجابه عبارة عن تلاتة على خمسة. ساعتها هنيجي نقول له يبقى مساحة المثلث عبارة عن نص في جذر عشرين في جذر عشرين في تلاتة على خمسة. جذر 20 في جذر 20 ب 20 و2 في 5 ب 10 راح ده مع دول اتبقى لي 2 والناتج هيطلع 6 وحده مساحه. يبقى احنا بنحل بطريقه ثانيه. الاستاذ ماهر كان عمل كده وقال ان احداث النقطه دي عباره عن 4 وصفر وصفر، وهنا احداث النقطه دي عباره عن صفر وصفر و2، واحداث النقطه دي عباره عن صفر و2 وصفر، وجاب ا ج متجه وجاب ا ب متجه وضربهم ضرب اتجاهي عشان يجيب مساحه المثلث ده نص معيار ا ج في ا ب ضرب اتجاهي. احنا بنحل بالطريقه دي وقدامك الطريقتين تحل بانهي طريقه تبقى انت سهله بالنسبه لك. شوف المساله اللي بعديها، بيقول له اذا كانت اوميجا تربيع على 1 زائد 2 اوميجا تربيع كل اس 4 زائد 1 زائد 2 اوميجا على اوميجا الكل اس 4 بتساوي ا اس اوميجا تربيع، حيث الاوميجا احد جذور التكعبيه، اوجد قيمه ا. فاحنا بنيجي نقول له انا همسك كل حد من الحدود دي ابسطه، فهمسك الحد الاولاني ده المقدار الاولاني ده هعمله كده اوميجا تربيع على 1 زائد 2 اوميجا تربيع الكل تربيع الكل تربيع، الاربعه عملتها 2 في 2. طب ليه يا مستر؟ نقول له تعالى معايا كده ربع الاولانيه هتبقى اوميجا اس 4، خلي بالك انا بره الكل تربيع، ربع الثانيه هتبقى 1 زائد 4 اوميجا تربيع زائد 4 اوميجا اس 4، اوميجا اس 4 باوميجا، فهتبقى المساله برضو خلينا في التربيع اهو، اوميجا اس 4 هنا باوميجا وهنا هتبقى 1 زائد 4 اوميجا تربيع زائد 4 اوميجا، اللي ممكن تاخد 4 عامل مشترك تربيع اهو زي ما هو، ادي الاوميجا اهي 1 زائد 4 عامل مشترك ويبقى لك اوميجا زائد اوميجا تربيع بسالب 1 في 4 بسالب 4 زائد 1 يبقى بسالب 3، يبقى الناتج هيطلع اوميجا تربيع على 9. التربيع هيلغي الاشاره، يبقى المقدار الاولاني طلعته اوميجا تربيع على كام؟ على 9. نمسك المقدار الثاني بنفس الحكايه، هاجي اقول له عباره عن 1 زائد 2 اوميجا على اوميجا الكل تربيع الكل تربيع، الأربعة عملتها 2 فين؟ في 2. تحت هتبقى أوميجا تربيع، فوق هتبقى 1 زائد 4 أوميجا زائد 4 أوميجا تربيع، أدي الواحد أهو وهاخد الأربعة عامل مشترك هيبقى لي أوميجا زائد أوميجا تربيع، خلي بالك أنا لسه الكل تربيع على أوميجا تربيع، اوميجا زائد اوميجا تربيع بسالب 1 ف4 بسالب 4 زائد 1 هيطلع بسالب 3 على اوميجا تربيع الكل تربيع، اربعها هتبقى 9 على اوميجا اس 4، بعد كده هتبقى 9 على اوميجا واطلعها فوق هتبقى 9 اوميجا تربيع، نجمعهم بقى 9 اوميجا تربيع زائد 9 اوميجا تربيع بتساوي ا اوميجا تربيع، نتخلص من الاوميجا تربيع ويبقى الالف هيساوي بعد الجمع 82 على 9. ماشي، يبقى المساله هنا بدات ابسط المقدار الاول
بدات ابسط المقدار الاول، كل مقدار لاربعه عملتها 2 اس 2، 2 الاولانيه ربعتها والاثنين الثانيه سبتها لما خلصنا خالص ربعنا، والثانيه برضو 2 اس 2، الاثنين الاولانيه ربعتها والاثنين الثانيه ربعتها، وبعدين حلينا المساله. المساله اللي بعديها بدون فك المحدد اثبت ان المحدد اللي معايا س وس تربيع وس تكعيب وصاد وصاد تربيع وصاد تكعيب وعين وعين تربيع وعين تكعيب بتساوي حاصل ضرب س في ص في عين في س ناقص ص في ص ناقص عين في عين ناقص س. ملاحظ ان كل صف من الصفوف فيها عامل مشترك، يبقى باخد من الصف الاولاني س، باخد من الصف الثاني ص، باخد من الصف الثالث عين، يبقى بعمل كده اقول له س ص عين، يبقى قال هنا واحد وس وس تربيع، وهنا واحد وصاد وصاد تربيع، وهنا واحد وعين وعين تربيع. لما بيظهر الوحايد في اي صف او في اي عمود بنحاول نصفر المساله عشان تبقى على الطريقه المثلثيه، فباجي اقول له هاجي هنا كده واضرب في سالب واحد في الصف الاول واجمعه على الصف الثاني، واضرب برضو سالب واحد في الصف الاول واجمعه على الصف الثاني، يبقى ادي عندي س ص عين، والصف الاولاني اتضرب فيه سالب واحد هجمعه هنا، يبقى الاولاني ده زي ما هو ثابت اهو، هجمع هنا سالب واحد وواحد هيدي صفر، سالب س وص هتديني ص ناقص س، سالب س تربيع وص تربيع هتديني ص تربيع ناقص س تربيع. برضه هضرب ده في سالب واحد واجمعه على الصف العمود الصف الثالث هيبقى صفر وعين ناقص ص وعين تربيع ناقص س تربيع. لسه برضه مش الصيغه المثلثيه، بس ملاحظ ان الصف الثاني ممكن اخد منه عامل مشترك، والصف الثالث والصف الثالث برضو ممكن اخد منه عامل مشترك، يبقى معايا س في ص في عين وهاخد ص ناقص س عامل مشترك وهاخد عين ناقص ص عامل مشترك، هيبقى لي واحد وس وس تربيع وصفر وواحد وص زائد س، لما اخدت ص ناقص س هنا بقت هنا واحد، ودي بتتحلل فرق بين مربعين س ناقص ص في س زائد ص، ص ناقص س خدناها وص زائد س خليناها هنا، وهنا صفر وواحد وعين ناقص س عين زائد س زائد س عين زائد ص زائد ص عين زائد س لا عين زائد س صح عين زائد س عين زائد ص صح. انت طرحت طرحت الص تربيع من العين، لا انا بطرح الصف الثالث بطرح منه الصف الاول. يبقى عين ناقص س زائد س زائد س. بعد كده بضرب الصف الثاني في سالب واحد واجمعه على الصف ده، هيبقى لي واحد وس وس تربيع وصفر وواحد وص زائد س، وهنا صفر وصفر وعين ناقص ص. خلاص كده صح كده. وبعدين ده حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي، يبقى حاصل ضرب مع عناصر القطر الرئيسي هتطلع س في ص في عين في ص ناقص س في عين ناقص س في عين ناقص ص، اللي هو المطلوب اللي هو كان عايزه. يبقى احنا بدون فك المحدد عملنا ايه؟ خدنا س عامل مشترك من الصف الاول، وص عامل مشترك من الصف الثاني، وعين عامل مشترك من الصف الثالث، وبعدين بدأنا ناخد من كل صف مقدار ص ناقص س وعين ناقص ص. ماشي، يبقى هنا في النوع ده من المسائل في المحددات بطلع العوامل المشتركه الاول، وبعدين بحاول ايه ابسط باستخدام خواص المحددات. ماشي، هناخد فاصل قصير ونرجع نستكمل مع بعض ايه بقيه المسائل. اعزائي طلبه الصف الثالث ثانوي، اهلا بكم مره اخرى في برنامجكم مدرسه على الهواء. هنستكمل مع استاذ خالد مجموعه الافكار المسائل الامتحانات بتاعه البوكليت، المسائل المتوقعه. احنا في مسائل كتير يعني فيها ملهاش ليها حلول عديده مش ممكن تيجي في الامتحان، لان المساله بتاخد اكتر من نص ساعه، فاحنا بناخد المسائل المتوقعه زي ما توقعنا الاحصاء وجت كلها بمسائلنا في الامتحان، برضو مسائلنا في الجبر ان شاء الله والهندسه الفراغيه هتيجي بنفس الافكار اللي احنا بنعرضها. اتفضل استاذ خالد. بيقول اذا كانت عين بتساوي افتح قوس واحد زائد جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3 الكل اس 6، ضع هذا العدد على الصوره المثلثيه ثم اوجد الجذور التكعيبيه للعدد في الصوره الاسيه. الاول ناخد العدد من غير الاس، يعني هقول له كده واحد زائد جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3.
جا تبع على 3 اللي هي جتا 60، يبقى 1 زائد نص زائد جذر 3 على 2 ت، اللي هو 1 زائد نص اللي هي 3 على 2 زائد جذر 3 على 2 ت. انا كده حاولت ان انا ابسط لك المساله. وبعدين تعالى بقى نيجي نقول له السين ب 3 على 2 والصاد بجذر 3 على 2. اقدر اجيب اللام اللي هو الجذر التربيعي لسين تربيع زائد صاد تربيع، اللي هو الجذر التربيعي ل 9 على 4، تربيع ال 3 على 2 9 على 4 زائد 3 على 4 اللي هي جذر 12 على 4 بجذر 3. كده انت جبت اللام. تقدر تجيب كمان السيتا، السيتا اللي هي ظا ماينس 1 صاد على سين، اللي هي عباره عن جذر 3 على 2 على 3 على 2، ال 2 تروح مع ال 2 تطلع بجذر 3 على 3 اللي هي 60 30، يبقى سيتا هتساوي باي على 6. يبقى في الحاله دي العين بتاعتنا اللي مكتوبه عباره عن جذر 3 في جتا باي على 6 زائد ت جا باي على 6، الكل اس 6. طيب 6 هتخش على الجذر 3 يبقى بتساوي 27، 3 اس 3 ب 27، وهتخش على الباي على 6 فهتساوي جتا باي زائد ت جا باي. يبقى كده ده الصوره المثلثيه للعدد عين واحد زائد جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3 كله اس 6. جبنا الصوره المثلثيه بتاعتها بعد ما ظبطنا العدد بالظبط، طلعت عين بتساوي 27 جتا باي زائد ت جا باي. ناخد الجذر بتاعها بقى، الجذر التكعيبي للعين هتساوي 3 في جتا باي زائد 360 ر على 3 زائد ت جا باي زائد 360 ر على 3. في الحاله دي نقدر نجيب الجذر الاول التكعيبي الاول والجذر التكعيبي الثاني والجذر التكعيبي الثالث بصفر بواحد وسالب واحد، ونعوض عن دي ب ر بصفر وهنا ر بواحد وهنا ر بسالب واحد. لو عوضنا عن ر بصفر هتطلع 3 جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3. لو عوضنا ر بواحد يبقى 360 زائد 180 تبقى 360 زائد 180 هتطلع ب 3 جتا 150 زائد ت جا 150. لو عوضنا عن ر بسالب 1 هتطلع ب 3 جتا سالب 60 زائد ت جا سالب 60. ولو عايزين تجيبوها بالصوره الاسيه هتبقى 3 ه اس باي على 3، ارفع بقى الورقه، هتبقى 3 ه اس باي على 3 ت، ادي الصورة الاولانية، و 3 ه اس 150 ت، والتالتة 3 ه اس سالب باي على 3 ت. يبقى دي الصورة الاسية. انا خدت لك الصورة المثلثية والصورة الاسية للعدد. يبقى مرة تانية بنقول انا عدلت لك الاول المسألة كانت 1 زائد جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3، حلناها ووصلناها للصورة الأخيرة بتاعتها اللي عين بتساوي 27 جتا باي زائد ت جا باي. وبعدين جبنا الجذر التكعيبي بتاعها وعوضنا بالجذور التكعيبية ر بصفر و ر بواحد و ر بسالب واحد. واحد يقول لي طب ليه ما بنعوضش باتنين؟ لو هتعوض باتنين هتحتاج تظبط الزاوية، الزاوية لازم تتظبط بعد كده، لكن لو ر بصفر وواحد وسالب واحد بتجيب لك الزوايا اللي في السعة بتاعتنا اللي هي من سالب باي لباي. عدد طرق توزيع 3 كرات متماثلة على 4 صناديق. دي على طول توافيق، والقانون بتاعها عبارة عن نون زائد ره ناقص 1 قاف ره، حيث عدد الكرات هي اللي ره بتساوي 3، وعدد الصناديق هي اللي نون بتساوي 4، وتعوض عنها هتبقى 4 زائد 3 ناقص 1 قاف 3 اللي هتطلع 6 قاف 3. عدد طرق توزيع كرات على صناديق ديت عبارة عن توافيق بالإحلال. يبقى في الحالة ديت الاختيارات بتاعتي 4 قاف 3 ولا 4 لام 3 ولا 6 قاف 3 ولا 6 لام 3. لا، الاختيار بتاعنا جيم اللي هي 6 قاف 3. المسألة اللي بعد كده
بيقول لي 1+5 س+5 في 4 على 2 س تربيع. انا ممكن اكتب المساله دي بالمنظر ده، 1+5 ق1 س+5 ق2 س تربيع +5 ق3 س تكعيب، وهكذا لغايه س+5. وده كله ده ممكن ألمه كله كده، يبقى 1+س^3 بيساوي 1024. 1024 اللي هي عبارة عن 2 أس 10 اللي هي 4 أس 5. 1024 هي 2 أس 10، ممكن أعملها 4 أس 5 وأقول له إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات، يبقى إذن 1+س بتساوي 4، إذن السين بتساوي 4 - 1 تطلع ب3. يبقى انت ممكن تعرف على طول ان الفكه دي عباره عن مفكوك قوس، فانت تقدر تلمه بقى. انك بعد ما انت كتبت له الـ5 5 ق1 والـ5 4 على 2 في 1 هي 5 ق2 وهكذا، تقدر تقول له ان الكلام ده كله 1+س^3 وتحل المساله على طول مباشره. المساله اللي بعديها بيقول له اذا كانت س·2 ـ3 +ص·4 ـ3 +ع·2 ـ3 بتساوي 1. دي طبعا معادله كره. والمعادله الثانيه برضو س+4 ـ3 + ص·4 ـ3 +ع·2 ـ3 بتساوي 4. دول معادلتي كرتين. اوجد البعد بين المركزين وبين انهما غير متقاطعتين. طيب احنا الاول نجيب مركز كل واحده ونص قطر كل واحده. المركز الاولى هسميه م1، اللي هو هيساوي عباره عن 2، باخد اللي جوه القوس بعكس الاشاره، وسالب 4 و2، ونص القطر بتاعنا هيبقى 1. والمركز الثاني هيبقى عباره عن -4 و4 و2، ونص القطر بتاعنا هيبقى 2. عايز البعد بين المركزين، يعني عايز م1 م2 اللي هو الجذر التربيعي لـ س·2 - س·1 يعني -6 ـ3 +ص·2 - ص·1 يعني 8 ـ3 و2 - 2 بـ0. يبقى م1 م2 هي عباره عن الجذر التربيعي للمية، 6 تربيع ب36، 8 تربيع ب64، يطلعوا 100، هيطلع الناتج بكام؟ 10. واضح طبعا انه م1 م2 هيبقى اكبر من ـ1+ــ2، لان م1 م2 ب10، انما ـ1+ــ2 ب3. يبقى معنى كده ان الدائرتين متباعدتين من الخارج. هو بيقول لي وبين انهما غير متقاطعتين، لما انا اقول له ان هما متباعدتين من الخارج يبقى غير متقاطعتين. خلي بالك لو م1 م2 بتساوي ـ1+ــ2 هتبقى متماستين من الخارج. ولو م1 م2 بتساوي ـ1+ــ2 هتبقى متماستين من الداخل. ولو م1 م2 اكبر من ـ1+ـ2 واقل اكبر من ـ1+ واقل من ـ1+ـ2 هتبقى متقاطعتين. دول اهم ثلاث حاجات انت لازم تفهمهم، البعد بين المركزين وعلاقتهم بـ1+ـ 2. لو جمعناهم بس وكانوا الاثنين متساويين يبقى متماستين من الخارج، لو طرحناهم يبقى متماستين من الداخل. لو الفرق بينهم زي متباينة المثلث، ان م1 م2 اكبر من حاصل طرح الضلعين واقل من حاصل جمع الضلعين، يبقوا الدائرتين دول متقاطعتين. يجي بقى بعد كده المسألة تانية، بيقول له انا عايز عدد طرق اختيار حرفين مختلفين معا، او خلي بالك بقى من كلمة أو 3 أحرف مختلفة معا من عناصر المجموعة ألف وب وجيم ودال وه. هنا مش محتاجين ترتيب، أنا بختار أي حرفين، وبالتالي طالما مش محتاجين ترتيب يبقى المسألة عبارة عن توافيق. هيبقى العناصر دول 6، هيبقى 6 ق2، أنا كده اخترت حرفين. أو يبقى هقول له +6 ق3. احنا اتفقنا ان و يبقى فيها في واو يبقى فيها ايه زائد. انهي اختيار من الاختيارات دي؟ هيبقى انا عندي الاختيار جيم. الف عباره عن 6 ق2 في 6 ق3، ب عباره عن 6 لام 2 في 6 لام 3. طبعا هي مش محتاجه ترتيب، فاحنا ما اخترناش التباديل، فالاجابه الصحيحه هتبقى 6 ق2 + 6 ق3.
اوجد مجموع معاملات المفكوك س تربيع ناقص 1 على س الكل اس 7. وهو مديني اختيارات. لو تاخد بالك بقى من المعاملات بتاعت الحدود ديت، لما تبقى فيها ناقص بتبقى واحده موجب وواحده سالب وواحده موجب، فاول واحده هتبقى 7 قاف 0، ده اول معامل. المعامل الثاني هيبقى 7 قاف 1 بالناقص زائد 7 قاف 2 ناقص 7 قاف 3 زائد 7 قاف 4 ناقص 7 قاف 5 زائد 7 قاف 6 ناقص 7 قاف 7. بص لهم كده بقى، هتلاقي 7 قاف 0 بالموجب بتساوي 7 قاف 7، ده راح مع ده. 7 قاف 1 بالسالب بتساوي 7 قاف 6، يبقى ده راح مع ده. 7 قاف 2 بالموجب هيروح مع 7 قاف 5 بالسالب. 7 قاف 3 بتروح مع 7 قاف 4، هتلاقي المجموع كله بيساوي كام؟ صفر. او ممكن هنا ما دام قال لي معاملات يا استاذ خالد احط س بواحد على طول مباشره في المفكوك، اعوض عن س بواحد في المساله، المفكوك يبقى واحد مع واحد بصفر، بيطلع على طول يبقى اس، ولو بالزائد هيطلع 2 اس 7 بالظبط كده. تمام كده، يبقى الناتج هنا انا حبيت ان انا افسرها له علشان تبان قدامه ليه. وبعدين دي اولا هنا الاس فردي، فواضح دي بتتكون من 8 حدود. واضح ان الزائد الموجب هيطلع تماثل في الثمانيه. احنا بس عشان خاطر ما حدش يقول لي ليه حطيت واحد، طب اشمعنى واحد؟ لا احنا هنفكله المعاملات ونطلع له لو معامل نعوض على طول بواحد اسهل. تمام، المسألة اللي بعديها راسم شكل أرجنت وراسم لي عدد مركب المقياس بتاعه 3 والساعة بتاعته بتميل بزاوية 30 مع محور الصداد. يعني طبعا 120. احنا بناخد الزاوية من عند محور السينات الموجب، فبناخد الزاوية كده 120 درجة، فتبقى الزاوية كلها 120، وبالتالي هيبقى العدد عبارة عن 3 جتا 120 زائد ت جا 120. هو مديني عدة اختيارات، انا بختار الاجابة السليمة بتاعتي اللي هي 3 جتا 120 زائد ت جا 120. مسألة بسيطة جدا وسهلة، وتعتمد على ان انت لازم تعرف ان الزاوية تقاس بدءا من محور السينات الموجب. قيمة العدد سالب 1 زائد جذر 3 ت الكل اس 48. علشان نجيب اي مسألة ذات اس عالي او كده لازم نبسط العدد الاول، فباجي بقول له الحل سالب 1 زائد جذر 3 ت، هقول له السين بتاعتي بسالب 1، الصاد بتاعتي بجذر 3، اللام عباره عن الجذر التربيعي لمربع السين بواحد زائد مربع الصاد ب3 هتطلع بجذر 4 يعني بتساوي 2. السيتا عباره عن ظا ماينس 1 صاد على سين يعني عباره عن جذر 3 على سالب 1. الصاد موجبه والسين سالبه يعني تقع في الربع الثاني. هي في الربع الاول ب 60، يبقى الزاويه ديت ب 120. يبقى معنى كده ان العدد ده عبارة عن 2 جتا 120 زائد ت جا 120. نقول له بقى 2 اس 48، يعني هتبقى 2 اس 48 في جتا 120 في 48 زائد ت جا 120 في 48. ال 120 عبارة عن 2 48 اهي في جتا 2 باي على 3 في 48 زائد ت جا 2 باي على 3 في 48. على 3 فيها الواحد، على 3 فيها ال 16، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها ال 16، دول كده 16 دورة كاملة. 2 باي اهي ودول 16، 16 دورة كاملة يعني كانها زاوية صفر بالظبط. فجتا صفر بواحد وجا صفر بصفر، يبقى الناتج هيطلع 2 اس 8 وكام؟ 40. الاختيارات بتاعتي اللي هو مدهاني بيقول لي طلع واحد ولا 2 ولا 2 اس 24 ولا 2 اس 48؟ الاجابة 2 اس 48. بيسأل في مسألة تانية بيقول له جيوب تمام الاتجاه للمتجه الذي يصنع زوايا متساوية مع محاور الإحداثيات هي. طبعا جيوب التمام اللي بتصنع زوايا متساوية المفروض أنا أحلها الأول قبل ما أطلع الحاجات دي، فأجي أقول له جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي واحد، يبقى 3 جتا تربيع سيتا بتساوي واحد، تبقى جتا تربيع سيتا بتساوي تلت، تبقى الجتا بس بتساوي واحد على جذر 3 بالموجب والايه والسالب.
أنا أحلها الأول وبعدين أطلع الاختيارات، فالاختيارات طالعة هنا كده جيم اللي هي 1/3 بالموجب والسالب، وواحد على جذر 3، وواحد على جذر 3 بالموجب والإيه والسالب. يعني بما إنه الزوايا متساوية، علشان كده أنا ما عملتش سيتا س وسيتا ص وسيتا ع، أنا كلهم عملتهم متساويين سيتا، فقلت له جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي 1، ويبقوا 3 جتا تربيع سيتا بتساوي 1، وهنا يبقى جتا تربيع سيتا بتساوي تلت. لما تاخد الجذر تاخده بالموجب والسالب، يبقى موجب او سالب 1 على جذر كام؟ جذر 3. شوف المساله اللي بعديها، بيقول له اذا كانت س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 2 س ناقص 4 ص ناقص 4 ع زائد د بتساوي صفر، معادله كره، فان د يمكن ان تكون كام؟ 9 ولا 18 ولا 5 ولا 10؟ فنيجي نقول له نعين المركز الاول، المركز اهو اللي هو عبارة عن سالب نص معامل سين، يبقى سالب نص الاتنين بواحد، وسالب نص دي يبقى بسالب اتنين، وهنا سالب نص الاربعة يبقى باتنين. كده انا عينت المركز اللي هو اللام والكاف والنون. نقدر نجيب له النق بقى، النق عبارة عن الجذر التربيعي للام تربيع زائد كاف تربيع زائد نون تربيع ناقص دال، يبقى النق هتساوي الجذر التربيعي الواحد زائد اربعة زائد اربعة ناقص دال، يبقى النق هتساوي الجذر التربيعي لتسعة ناقص د. بص كده بقى على الإجابات، مش ممكن تحط تسعة، لأن تسعة ناقص تسعة صفر، يبقى نص القطر بصفر، ولا ممكن تحط 18، يبقى الإجابة دي غلط. برضو لو حطيت 18 يبقى تحت الجذر سالب، يبقى الإجابة هنا غلط. ومش ممكن تحط 10، لأن تسعة ناقص 10 هتطلع سالب، يبقى يمكن أن تكون كام؟ مفيش غير انها تطلع بكام؟ بخمسة. يبقى اذا لازم دال تطلع بخمسة عشان تبقى معادلة ايه؟ كرة. واحد يقول لي ما انا ما معيش نق وما معيش دال، ازاي احل؟ احنا جبنا المسألة بالمنظر ده، ان نق بتساوي الجذر التربيعي لتسعة ناقص دال. امسك بقى عوض عن الاجابات اللي عندك، هل ينفع تبقى تسعة؟ نقول له تسعة ناقص تسعة صفر. طب هل ينفع يبقى نص القطر صفر؟ لا ما ينفعش. طب هل ينفع ان تبقى 18؟ هتطلع بالسالب. طب هل ينفع تبقى 10؟ هتطلع برضو بالسالب. في الحاله ديت لازم الدال تطلع بالموجب. او ممكن نقول حاجه تانية، ان نصف قطر الكره هيكون أكبر من الصفر، يبقى بقول ان احل المتباينه 9 ناقص ج اكبر من الصفر، يبقى واضح ان الج هتكون اقل من 9. اوجد. الو الو ميار، الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتكم مستر؟ عامل ايه؟ عملتي ايه في الاحصاء؟ تمام. الحمد لله. لا تمام، الاحصاء تمام زي الفل، وان شاء الله الجبر يبقى تمام. انت شفتي توقعات الاحصاء كانت كويسه؟ لا كويسه جدا، نفس الافكار تقريبا. طب كويس يا ميار، عندك سؤال يا في ايوه لا انا عندي بس استفسار بعد اذن حضراتكم. اتفضلي. عاوزه بس مساله عن المحددات عشان عندي مشكله فيهم، والمصفوفات برضو بالمعكوس الضربي. حاضر. عايزه مساله محددات والمصفوفات. احنا خلي بالك احنا بكره برضو في مراجعات، والنهارده بالليل عندك من 8 ل 10. تمام. مديكي مجموعه افكار كتير على المحددات. تمام. وهنشوف دلوقتي مع الاستاذ خالد برضو حاجات على المحددات. خلاص، شكرا جدا لحضراتكم وبشكركم جدا على مجهودكم. شكرا جدا لحضراتكم. شوف الناس اللي بتفهم. اوجد معادلة المستوى المر بالنقطه سالب 1 و2 1 عموديه على الخط المر بالنقطتين سالب 1 و1 سالب 3 و1 و2 و2 و3 و4. يعني معايا نقطه ومعايا عمود. يبقى الاول حاجه نجهز النون، لان قبل ما نشتغل اهو معادله المستوى عباره عن نون ضرب قياس ر بتساوي نون ضرب قياس الف. انا معايا الالف اللي هي سالب 1 و2 و1، يبقى نجهز النون. النون عباره عن ب ج، ما هو دي النقطة دي ب والنقطة دي ج، اللي هي عبارة عن ج ناقص ب. يبقى النون عبارة عن الجيم اللي هي 2 و3 و4 ناقص الب اللي هي 3 و1 و2. اوكي. يبقى النون هتساوي 2 ناقص ناقص 3 هتطلع 5، و3 ناقص 1 هتطلع 2، و4 ناقص 2 هتطلع ب2. يبقى انا كده جهزت الايه؟ المتجه النون. المتجه العمودي اللي هو المتجه الايه؟ العمودي. ومعايا نقطه الف
اللي هو سالب واحد واتنين واحد. يلا نعمل بقى المعادلة. فهاجي اقول له سين وصاد وعين ضرب قياسي 5 و2 و2 بتساوي 5 و2 و2 في الالف اللي هي سالب واحد واتنين واحد. لو هضرب الخمسة في السين هتديني 5 س، والصاد في الاتنين هتديني 2 ص، والعين في الاتنين هتديني 2 ع. ما نيجي نضرب دول بقى ببعض، 5 في سالب 1 بسالب 5، 2 في 2 ب4، 2 في 1 ب2، يبقى الناتج عبارة عن 5 س + 2 ص + 2 ع بتساوي سالب 5 موجب 6 هيديني 1. يبقى هي دي معادلة المستوى المر بالنقطة والعمودي على النقطتين. يبقى احنا اولا جهزنا النون. مسألة مهمة يا أستاذ خالد، هنعيد لهم الفكرة التاني بهدوء كده، ان المسألة دي ممكن تكون مسألة امتحان. فهنا هنقول الخطوات تاني، خطوات تاني. على هو بيقول له اوجد معادلة المستوى، ممكن نتوقع المسألة دي تيجي. اوجد معادلة المستوى المر بالنقطة ألف اللي هي سالب 1 و2 و1، وعمودية على الخط المر بالنقطتين ب اللي هي سالب 3 و1 و2، وجيم اللي هي 2 و3 و4. الأول حاجة قلت لك تعال نجيب معادلة المستوى نفسه علشان نعرف احنا ناقصنا ايه ونجهزه. فمعادلة المستوى عبارة عن نون اللي هو المتجه العمودي ضرب قياس ر اللي هو سين والصاد والعين في نون ضرب قياسي ألف. طيب النون اللي هي عبارة عن به جيم، به جيم هقول له عبارة عن جيم ناقص به. الجيم عبارة عن 2 و3 و4 ناقص البه اللي هي سالب 3 و1 و2. طرحناهم من بعض، طرحنا 2 ناقص ناقص 3 فقال 5، و3 ناقص 1 فقال 2، و4 ناقص 2 فقال 2. كده جهزنا النون ومعانا الالف مجهزينه وبنكتبه قدام منك تاني. الالف هي عبارة عن سالب 1 و2 و1. تعال نجرب بقى المعادلة اللي احنا كاتبينها ديت اللي هي نون ضرب قياس ر، والره هي عبارة عن سين وصاد وعين، وهنا نون ضرب قياسي الف. ادي السين والصاد والعين ضرب قياس النون اللي هي 5 و2 و2. اضرب معايا س في 5 ب5 س، ص في 2 ب2 ص، ع في 2 ب2 ع. اضرب بقى معايا بقى النون في الالف، النون اللي هي 5 و2 و2، والالف اللي هي سالب 1 و2 و1. 5 في سالب 1 بسالب 5، 2 في 2 ب4، 2 في 1 ب2. الناتج هيطلع سالب 5 + 6 هيطلع 1، وتبقى معادلة المستوى 5 س + 2 ص + 2 ع بتساوي 1. ماشي. فيها مطلوب تاني دي ولا كده؟ كان طالب طول العمود نازل نقطة الأصل. طالب كمان صحيح، طالب مطلوب تاني طول العمود الساقط من نقطة الأصل على المستوى. المستوى معايا ومعايا بقى نقطة الأصل، فبقول له طول العمود بيساوي مقياس على جذر تربيعي. الجذر التربيعي بعمل فيه معامل السين ومعامل الصاد ومعامل العين بتوع المستوى، يبقى 25 + 4 + 4. أما النقطة فبعوض بيها، أقول له 5 في 0 + 2 في 0 + 2 في 0 ناقص 1. الواحد ده هيخش جوه بالسالب. النقطة بتاعت الأصل اللي هي 0 و0 و0، عوضت عن السين بصفر، عوضت عن الصاد بصفر، عوضت عن العين بصفر. طبعا 5 في 0 بصفر، 2 في 0 بصفر، 2 في 0 بصفر، يبقى اللام هتساوي 1 على جذر 33. يبقى طول العمود عبارة عن 1 على جذر 33. ماشي يا استاذ. اثبت ان المستقيمين دول متخالفين. عشان اثبت ان المستقيمين دول متخالفين بحل المعادلتين وعوض، الاقي انه ماشي. الو مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا استاذ معاذ؟ ازيك يا مصطفى، اخبارك ايه يا مصطفى؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عملت ايه في الاحصاء يا مصطفى؟ تمام؟ لا الحمد لله تمام، متوقعات حضراتكم كلها جات يعني الحمد لله. طب الحمد لله مصطفى. عندك سؤال ولا ايه في الجبر؟ معلش كان عندي سؤال بيقول اذا كان المتجهات، المتجهات قول يا مصطفى على مهلك. ألف تساوي سين. ألف بتساوي سين. زائد 2 ص + 3 ع. سين زائد 2 ص ناقص ناقص 3 ع. ناقص 3 ع. وب ب بتساوي 5 س. 5 س زائد 2 ص + 3 ع. زائد 2 ص + 3 ع. ماشي. وجيم الثلاث مستقيمات دول متعامدات مثنى مثنى. جيم ايه؟
الف وب وجيم متعامده بس تمسنا. يعني انت ما قلتش جيم بتساوي ايه؟ معيار الجيم بتساوي معيار مديني معيار الجيم بيساوي جذر 133. معيار الجيم بيساوي جذر 133. عايز متجه جيم. ماشي، احنا حلينا واحده زي كده بس هنحلها لك. انا شفت حضرتك، بس المشكله ان انا طلع معايا ثلاث معادلات، مش واحده اثنين في ثلاث مشاهير والثانيه كل واحده فيهم طب تربيع. خلي بالك معايا، طيب ركز معايا مع حضرتك معي. طيب بص، خد بالك معايا. ايوه انا هفرض ان الجيم ما انا مش عارفه، هقول له عباره عن لام وميم ونون. تمام ماشي كده. بما انهم متعامده مسنه مسنه، يبقى الجيم دي عموديه على الالف والجيم دي عموديه على الباء. تمام كده. هقول له كده الجيم عمودي على الالف، صح كده؟ يبقى الجيم ضرب قياس الف بكام؟ بصفر. يبقى عندي هضرب اللام في الواحد بلام، وهضرب الميم في الاثنين باتنين ميم، وهضرب النون في سالب ثلاثة بسالب ثلاثة نون. مظبوط كده؟ يبقى دي اول معادلة عملناها. هتساوي صفر. هتساوي صفر. وبرضه بما ان الجيم متعامدة مسنة مسنة على الب، يبقى الجيم عمودية على الب. ايوه. يبقى معنى كده ان ضربهم قياسي بيساوي صفر. اضرب معايا بقى في الب، يبقى خمسة لام زائد اتنين ميم زائد اتنين ميم ناقص تلاتة نون. زائد تلاتة نون بتساوي صفر. نجمع المعادلتين دول، هنجمع المعادلتين مع بعض، هيبقى ستة لام زائد أربعة ميم بتساوي صفر. ستة لام زائد أربعة ميم بتساوي صفر، صح كده؟ هتبقى اللام بتساوي سالب أربعة على ستة ميم. هيبقى اللام عبارة عن سالب اتنين على تلاتة ميم. مظبوط الكلام كده؟ تمام. ايوه. طب ما انا عندي بقى متجه جيم كمعيار بيساوي الجذر التربيعي اللام تربيع زائد ميم تربيع زائد نون تربيع. يعني سين يعني لام تربيع زائد ما انت فرضه زائد نون تربيع يساوي كل ده بيساوي جذر 113. ده كل ده بيساوي جذر 100 وكام؟ 33 ولا 133؟ 133. هربع الطرفين. لحظة بس، لحظة، احنا هنعوض بقى عن الميم دي في المعادلة عشان نجيب دلالة النون. يعني في المعادلة الأولانية اللي هي لام زائد اتنين ميم ناقص تلاتة نون بتساوي صفر، هشيل اللام واحط مكانها كام؟ تمام، عشان اجيب قيمة نون، عشان اجيب نون بدلالة الميم. تمام. يبقى سالب اتنين على تلاتة ميم زائد اتنين ميم ناقص تلاتة نون بتساوي كام؟ صفر. بتساوي صفر. سالب 2 على 3 ميم زائد 2 يطلع 1 وثلث. تمام. صح يا مصطفى؟ تمام. خليها تبقى ال 2 دي 6 على 3. ها؟ نوحد المقامات تبقى 3، يبقى 4 ميم اهي ناقص 3 بتساوي 3 نون. تمام. يبقى 4 على 3. واوديها الناحية التانية او اقسم على ال 3 للناحيتين، تبقى النون هي كمان 4 على 9 ميم. اصبح دلوقتي اللام سالب 2 على 3 ميم والنون 4 على 9 ميم. تمام. يبقى تعالى بقى جهز المساله بقى هنا كده وعوض في ال وتعوض. الله ينور عليك. هتطلع على طول معاك ميم، هتعوض بقى، ما فيهاش مشكله. حاجه تاني؟ لا شكرا استاذ معلم، شكرا. ماشي يا مصطفى، تابعنا برضه من 8 ل 10 مجموعه افكار جديده ثانيه. ونشكر حضراتكم على المجهود الكبير بتاعك. الله يخليك يا حبيبي مصطفى. شكرا مصطفى، مع السلامه مصطفى. هنا بيقول له اثبت ان المستقيمين متخالفين. فاحنا هنحل، ولازم في الاخر التالتة ما تحققش التالتة، يعني اتنين يحققوا والتالتة ما تحققش، فنقول دول المستقيمين مالهم متخالفين. لو حققوا يبقى المستقيمين دول اولا يا اما متوازيين يا اما متعامدين، يا اما متوازيين يا اما متقاطعين. ماشي كده. اولا هم مش متوازيين بمجرد النظر كده، لما هنقسم المتجه الاولاني على المتجه الثاني مش هيساويش مقدار سالب. يعني احنا ممكن نقول له كده 4 على 1 لا يساوي 1 على سالب 1 لا يساوي 3 على 2. المستقيمين غير متوازيين. غير متوازيين ده بدايه كده، يبقى نقول له دول غير متوازيين. نيجي بعد كده نقول له السين بتاعه المتجه الاول عباره عن 3 زائد 4 كاف 1، انما السين بتاعت المتجه الثاني عباره عن كاف 2. الصاد بتاعت المتجه الاولاني او المعادله الاولانيه عباره عن سالب 1 زائد كاف 1. الصاد هنا عباره عن 4 ناقص كاف 2.
العين هنا عبارة عن اتنين زائد تلاتة كاف واحد. العين هنا عبارة عن سالب واحد زائد اتنين كاف. انا باخد دول مع دول عشان اساوي مع بعض. انا خدت معادلات المستقيم الاول السين والصاد والعين، خدنا السين عبارة عن تلاتة من هنا واربعة كاف واحد، يبقى تلاتة زائد اربعة كاف واحد. خدنا الصاد هي عبارة عن سالب واحد من هنا وواحد كاف واحد، يبقى سالب واحد زائد. خدنا العين هي عبارة عن اتنين من هنا وتلاتة كاف، جبنا السين والصاد. طب يلا نساوي بقى اول واحدة باول واحدة، فهنيجي نقول له يبقى تلاتة زائد اربعة كاف واحد بتساوي كاف اتنين. ودخل كاف اتنين وخرج التلاتة، يبقى كاف اتنين ناقص اربعة كاف واحد بتساوي تلاتة. مظبوطة كده؟ دي المعادلة رقم واحد. المعادلة رقم اتنين هساوي الصاد بالصاد، يعني هقول له سالب واحد زائد كاف واحد بتساوي اربعة ناقص كاف اتنين، وودي كاف اتنين الناحية دي وودي سالب واحد الناحية التانية، يعني هيبقى كاف اتنين زائد كاف واحد هتساوي خمسة، ودي المعادلة رقم اتنين. علشان نحل المعادلتين دول مع بعض نضرب في اربعة في المعادلة رقم اتنين، يعني المعادلة رقم واحد اللي هي كاف اتنين ناقص اربعة كاف واحد تساوي تلاتة، المعادلة رقم اتنين هبعد ضربها في اربعة هتبقى اربعة كاف اتنين زائد اربعة كاف واحد بتساوي عشرين، وبالجمع هيبقى خمسة كاف اتنين بتساوي تلاتة وعشرين. يبقى كاف اتنين تلاتة وعشرين على خمسة، يبقى كاف اتنين بتساوي تلاتة وعشرين على الخمسة. وارجع اعوض في اي واحدة فيهم هطلع كاف واحد، كاف واحد بعد التعويض يطلع اتنين على خمسة. اصبح دلوقتي معايا كاف اتنين بتلاتة وعشرين على خمسة، وكاف واحد بكام؟ باتنين على خمسة. طب ما تيجي نعوض في المعادلة التالتة. المعادلة التالتة عندي عين هنا بتساوي اتنين زائد تلاتة كاف واحد، وعندي عين هنا بتساوي سالب واحد زائد اتنين كاف اتنين. لو دي بتساوي دي يبقى المستقيمين دول مش متخالفين. لو دي مش بتساوي دي يبقى المستقيمين متخالفين. العين يبقى مختلف. لو العين او اللي هي المعادلة التالتة، هنا اتنين زائد تلاتة في اتنين على خمسة. يعني العين هتساوي اتنين زائد ستة على خمسة. الاتنين دي ممكن اضربها في خمسة فوق وخمسة تحت، يبقى عشرة على الخمسة فهتطلع بستاشر على خمسة. عشرة على الخمسة فيها الاتنين، واجمعها يطلع ستاشر على كام؟ على خمسة. نيجي هنا العين هتساوي سالب واحد زائد اتنين، انا مطلع الكاف اتنين بتلاتة وعشرين على كام؟ على خمسة. يبقى العين في الاخر هتطلع واحد واربعين على الكام؟ على الخمسة بعد الحساب. واضح ان عين واحد لا تساوي عين اتنين. واضح ان عين واحد لا تساوي عين اتنين. يبقى اذا المستقيمان مالهم متخالفان. يبقى علشان اثبت ان المستقيمان متخالفان بحل السينات مع بعض واعمل منها معادلة، بحل الصادات مع بعض اعمل منها معادلة، طلعت الكاف، طلعت الكاف اتنين، اعوض بيهم بقى في المعادلة التالتة. لو هنا طلعوا عين مختلفة يبقى المستقيمين متخالفين. هي جت لها المصفوفة الموسعة يعني. هنا بس المسألة هنا عدد لا نهائي من من الصفوف، لأن أنا غيرت المسألة، يعني أنا لقيت حضرتك شرحتها في المسألة الأولانية. بين أن النظام اللي هو 2 س ناقص ص زائد 3 ع بتساوي صفر، و4 س ناقص 2 ص زائد 6 ع بتساوي صفر، و س زائد 2 ع بتساوي صفر، بين أنه له عدد لا نهائي من الحلول، واكتب صورة الحل. مسألة أولا دي معادلات متجانسة، متجانسة يعني الحد المطلق الأخير اللي هو هنا بيساوي صفر. بيساوي صفر. تاني حاجة، علشان لما مسألة تبقى لها عدد لا نهائي من الحلول لازم رتبة ألف تبقى أقل من عدد المجاهيل. هو بتساوي رتبة ألف موسعة بتساوي اتنين. ما هو لما تبقى متجانسة ما تبقاش فيه ألف موسعة. يبقى أنا في الحالة دي هتعجيب المحدد هيبقى اتنين وسالب واحد وتلاتة، وهنا أربعة وسالب اتنين وستة، وهنا واحد وصفر واتنين. ده محدد ألف. إذا طلع بصفر يبقى في الحالة دي رتبة ألف مش بتساوي تلاتة، هتبقى أقل من إيه؟ من تلاتة. لأنه المصفوفة لما تبقى تلاتة في تلاتة مفروض الرتبة تبقى بكام؟ بتلاتة. تلاتة. عشان يبقى لها عدد حل وحيد. عشان يبقى لها حل إيه؟ وحيد. نحلها بقى، فنيجي نقول له اتنين وافتح قوس ناقص واحد وفي سالب، يبقى زائد واحد وافتح قوس زائد تلاتة وافتح قوس. نمسك الاتنين الصف والعمود، سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة، صفر في ستة بصفر. نمسك السالب واحد الصف والعمود، اربعة في اتنين بتمانية ناقص واحد في ستة
بستة. نمسك التلاتة، تلاتة هنا وهنا، أربعة في صفر بصفر، سالب يبقى موجب اتنين. ها يبقى اتنين في سالب أربعة بسالب تمانية، زائد تمانية في ناقص ستة باتنين، زائد تلاتة في اتنين بستة، ستة واتنين تمانية من سالب تمانية تطلع صفر. وبما إن المحدد بيساوي صفر يبقى رتبة ألف بتساوي اتنين. والاتنين دي أقل من النون اللي هي عدد المجاهيل. المجاهيل في الحالة دي يبقى للمسألة عدد لا نهائي من الحلول. الراجل بيقول لي طب اكتب صورة الحل. طيب يعني هو ليها عدد لا نهائي من الحل. طب صورة الحل تبقى شكلها ايه؟ هاخد المعادلة الأولانية اللي هي س زائد 2 ع بتساوي صفر، أقول له يبقى الس تساوي سالب 2 ع، ولو فرضت إن العين بكاف تبقى الس بتساوي سالب 2 كاف. خدت المعادلة الصغيرة ديت وساويتها ببعض، فقلت له يبقى الس بتساوي سالب 2 ع، خليت العين هي اللي بكاف، يبقى الس بتساوي سالب 2 كاف. ناخدهم الاثنين ونحطهم في اي معادله بقى؟ في اي معادله من يبقى نيجي نقول له ايه، الس 2 ومعايا سالب 2 كاف، يبقى انا كده خلصت الس ناقص الصاد انا مش عارفها، زائد 3 عين يعني 3 كاف، ما هو العين بكاف، المفروض الكلام ده بيساوي صفر. يبقى سالب 4 كاف ناقص الصاد زائد 3 كاف بتساوي صفر. هودي الصاد الناحيه الثانيه، هتبقى الصاد بتساوي سالب 4 كاف من 3 كاف، يبقى سالب كاف. يبقى الحل هيبقى بالآتي: سالب 2 كاف وسالب كاف وكاف. وكاف هو ده الحل اللانهائي اللي انا لو عوضت عن كاف بواحد او اي قيم هتبقى عدد لانهائي يطلع لي عدد من الحلول. وفعلا لو انت حطيت كاف بواحد فيطلع حل من الحلول اللي هو سالب 2 وسالب 1 وواحد، وتعوض بيه يطلع يحل المساله. ولو حبيت تجرب تاني وتحط كاف ب2 وتعوض باي معادله يطلع برضو حل تاني، وهكذا. عشان كده يطلع لك عدد لانهائي من الحلول. بيقول له اوجد الصورة الجبرية للمتجه ألف اللي معياره بيساوي 5، ويصنع مع محاور الإحداثيات زوايا اتجاه متساوية في القياس. يبقى بنيجي نقول له الأول بما أنه يصنع زوايا متساوية في القياس، يعني معنى كده أن سيتا سين هتساوي سيتا صاد هتساوي سيتا عين هتساوي سيتا، وبالتالي هيبقى جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا. المفروض الكلام ده بيساوي كام؟ واحد. يعني 3 جتا تربيع سيتا هتساوي 1، يبقى جتا تربيع سيتا، يبقى جتا تربيع سيتا هتساوي تلت، يبقى جتا سيتا، يبقى جتا سيتا هتساوي زائد او ناقص 1 على جذر كام؟ 3. يبقى متجه الاتجاه عباره عن سالب 1 على جذر 3 سالب او موجب، وهنا سالب واحد او موجب واحد على جذر تلاتة، وهنا سالب او موجب واحد على جذر تلاتة. بس علشان نجيب المتجه الف هنضرب معياره في متجه الاتجاه. متجه الاتجاه هيبقى 5 في متجه الاتجاه اللي هو سالب واحد على جذر تلاتة، واحد على جذر تلاتة، واحد على جذر تلاتة، سالب او موجب، سالب او موجب، سالب او موجب. يبقى متجه الف ممكن الخمسة تخش تبقى 5 على جذر تلاتة موجب او سالب، وهنا موجب او سالب 5 على جذر 3، وهنا موجب او سالب 5 على جذر كام؟ جذر 3. المساله اللي بعديها بيقول له اثبت ان المثلث ألف ب ج قائم الزاويه في ب، حيث ألف 2 وسالب 1 و3، وب سالب 2 و5 و1، وج سالب 4 و2 و1. يبقى نيجي نقول له تعالى نجيب ألف ب. ألف ب اللي هي ب ناقص ألف، يبقى ألف ب عبارة عن الب اللي هي سالب 2 و5 و1 ناقص الألف اللي هي 2 وسالب 1 و3. يبقى الألف ب عبارة عن سالب 2 ناقص 2 يبقى سالب 4، 5 ناقص ناقص 1 هيبقى 6، 1 ناقص 3 هيبقى سالب 2. كده احنا جبنا الالف ب. طب ما تيجي نجيب البه ج. ليه البه ج؟ عشان الراجل بيقول لي ده قائم الزاويه فين؟ في ب، اللي هو عباره عن ج ناقص ب. الج عباره عن سالب 4 و4 و2 ناقص الب اللي هي سالب 2 و5 و1. نطلع الناتج هنا بقى كده. البه ج عباره عن، نطرح مع بعض، سالب 4 ناقص ناقص 2 يبقى سالب 2،
أربعة ناقص خمسة يبقى سالب واحد، اتنين ناقص واحد يبقى واحد. طيب ما تضربهم في بعض بقى، ألف ب ضرب قياسي ب ج، يبقى ألف ب اهي اللي هي سالب أربعة وستة وسالب اتنين، اضربها ضرب قياسي سالب اتنين وسالب واحد وواحد. اضرب معايا سالب أربعة في سالب اتنين بتمانية، زائد ستة في سالب واحد بسالب ستة، سالب اتنين في واحد بسالب اتنين. الله، ده 8 سالب 8 يطلع بصفر. بما ان حاصل ضربهم يطلع بصفر، اذا قياس زاويه ب بتساوي 90 درجه، وان ا ب هيبقى عمودي على ب ج، ويبقى المثلث قائم الزاويه. وممكن اجيب مساحه المثلث، اما اجيب نجيب مساحه المثلث بالمره بقى، يبقى عندي هنا انا عندي بقى عندي ا ب اقدر اجيب معياره، وعندي ب ج اقدر اجيب معياره. واضح ان قائم الزاويه ب بيساوي نص الجذر التربيعي لمعيار الاولاني في معيار الثاني. ممكن نعملها. يبقى نيجي نقول له معيار ا ب هي عباره عن الجذر التربيعي لسالب 4 تربيع ب 16 زائد 6 تربيع ب 36 زائد 2 تربيع ب 4، هتطلع بالجذر التربيعي ل 56 56. ومعيار ب ج اللي هو الجذر التربيعي لأربعة زائد واحد زائد واحد هيبقى بجذر ستة. يبقى مساحة المثلث عبارة عن نص جذر ستة وخمسين في جذر ستة. ونضربها ونقول عادي. ماشي ماشي يا استاذ. اوجد جيوب تمام الاتجاه للخط الواصل بين النقطتين 4 و3 وسالب 5 وسالب 2 و1 وسالب 8. عشان تجيب جيوب تمامها يبقى لازم تجيب متجه الوحده بتاعها. فيبقى لابد الاول نقول له ايه؟ ب ا اللي هي ا ناقص ب ا اللي هي سالب 2 و1 وسالب 8 ناقص ب اللي هي عباره عن 4 و3 وسالب 5. ها سالب 2 سالب 4 يبقى سالب 6. وهنا 1 وسالب 3 يبقى سالب 2، وسالب 8 يبقى سالب كام؟ يبقى سالب 3. نيجي بعد كده نجيب معيار ا ب اللي هو الجذر التربيعي ل 36 زائد 4 زائد 9. 36 و4 40 و9 49 يطلع فيها السبعة. يبقى معنى كده ان المتجه الوحدة بتاعنا هيبقى عبارة عن سالب 6 على 7 وسالب 2 على 7 وسالب 3 على 7. اللي هي هتبقى جيوب تمام الاتجاه هي كده. اللي هي هتبقى جيم جيوب تمام الاتجاه. جيوب تمام الاتجاه. قيمة س التي تجعل المصفوفة دي منفردة. المصفوفة عبارة عن س ناقص واحد واثنين واربعة وس زائد واحد. منفردة يعني المحدد بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي صفر. صفر. يعني بما أن المصفوفة منفردة منفردة يبقى إذا المحدد يساوي صفر. طب يلا نجيب المحدد بقى. هنضرب س ناقص واحد في س زائد واحد بس تربيع ناقص واحد، فرق بين مربعين، ناقص أربعة في اتنين بكام؟ بتمانية، بتساوي صفر. يبقى س تربيع ناقص تسعة بتساوي صفر. يبقى س تربيع هتساوي 9، هتبقى س بتساوي موجب او سالب 3. يبقى علشان تكون المصفوفه دي منفرده يبقى س المحدد ثالث بيساوي صفر. المحدد لازم يساوي صفر. وفي الحاله دي س هتساوي موجب او سالب 3. البعد العمودي من النقطة 2 و4 وسالب 1 إلى المستقيم س زائد 5 على 1 وص زائد 3 على 4 و4 ناقص و ع ناقص 6 على سالب 9. بعد عمودي اللي هو احنا حلينا مسألة زيها. نحلها تاني عشان برضو ايه طلب نثبت لهم الفكرة. نثبت لهم الفكرة. أنا عندي النقطة اللي عايز البعد العمودي بتاعها هي 2 و4 وسالب 1. طيب عايز نقطة على الخط المستقيم ده، هجيبها من فوق بتغيير الإشارة. خلي بالك برضو هنا معاملات السين والصاد والعين زي ما قال الأستاذ ماهر بتساوي واحد. يبقى في الحالة دي هيبقى النقطة عندي سالب خمسة وسالب ثلاثة وستة، ومتجه الاتجاه بتاعي هو عبارة عن واحد وأربعة وسالب تسعة.
يبقى انا لو سميت دي الف سميت دي ب هسمي دي دال، انا عايز طول الف دال. يبقى اول حاجه هعملها اقول له الف ب اللي هي عباره عن ب ناقص الف، يبقى الف ب اهي ب اللي هي عباره عن سالب 5 وسالب 3 و6 ناقص الف اللي هي 2 و4 وسالب 1. يبقى الف ب بتساوي سالب 5 سالب 2 يبقى سالب 7، سالب 3 سالب 4 برضو سالب 7، 6 ناقص 1 يبقى 7. يبقى ألف ب عبارة عن سالب 7 وسالب 7. بالمرة نجيب معيار ألف ب. معيار ألف ب هو الجذر التربيعي ل 7 تربيع زائد 7 تربيع زائد 7 تربيع، هيبقى 7 جذر 3. نيجي بعد كده عايز أجيب طول ب د. ب د ده مسقط ألف ب على المتجه. ب د ده عبارة عن ألف ب ضرب قياسي ي متجه الاتجاه على معيار ي. يبقى انا عندي ا ب اهو، يبقى ب د هتساوي ا ب اللي هي كام بقى؟ اللي احنا جبناها عباره عن سالب 7 وسالب 7 و7 ضرب قياسي متجه الاتجاه بتاعي اللي هو 1 و4 وسالب 9 على الجذر التربيعي ال1 زائد 16 زائد 81 اللي هو متجه المعيار المتجه ايه؟ المتجه ايه؟ يبقى ب د هتساوي تحت جذر 98، وهنا هضرب سالب 7 في 1 بسالب 7، سالب 7 في 4 بسالب 28، 7 في سالب 9 بسالب 63، هتطلع برضو 98 على جذر 98. يعني ب د هتساوي 7 جذر 2. الصورة تاني هرسمها لك عشان تاخد بالك. أنا طلعت الألف ب 7 جذر 3، وطلعت ال ب د 7 جذر 2. عايز طول الالف د، فبقول له الالف د الكل تربيع عباره عن 7 جذر 3 الكل تربيع ناقص 7 جذر 2 الكل تربيع. يبقى الف د الكل تربيع هاخد 7 تربيع عامل مشترك، هيبقى لي جذر 3 الكل تربيع ناقص جذر 2 الكل تربيع. جذر 3 تربيع ب 3، جذر 2 تربيع ب 2، 3 من 2 1، في الاخر هتطلع 7 تربيع. ألف دال تربيع بتساوي 7 تربيع، يبقى ألف دال هتطلع بكام؟ بسبعة. هو قايل لي في الاختيارات بتاعتي لطول العمود طالع بتلاتة ولا بخمسة ولا بسبعة ولا بتسعة، الاختيار هيطلع بسبعة. يبقى مرة تانية المسألة ديت اللي هو طول العمود على خط مستقيم مش بين عمود على مستوى، تفرق بين دي ودي. ماشي يا استاذ، عايزين بس نلخص كده فكره، نقول لهم نلخص لهم فكره الكره، معادله الكره كده بسرعه، والمركز بنجيبه ازاي عشان بس ايه نشطب الحلقه. بس في مساله هنا حلوه عايز ماشي نشوفها. طب بسرعه كده. مساله بتقول سيجما من ر بتساوي 1 ل 6 ل 1 زائد اوميجا اس ر. طبعا السيجما ديت بتفكها انها عباره عن مجموع، فبعوض عن ر بواحد تبقى 1 زائد اوميجا زائد 1 زائد اوميجا تربيع، بعوض عن ر بواحد بعوض عن ر ب زائد 1 زائد اوميجا تكعيب زائد 1 زائد اوميجا اس 4 زائد 1 زائد اوميجا اس 5 زائد 1 زائد اوميجا اس 6. كويس، هلاقي نفسي بجمع الوحايد مع بعض، 1 و1 و1 هتلاقوا 6 وحايد، ومعايا كمان اوميجا تكعيب بواحد واوميجا اس 6 بواحد، يبقوا كمان دول كام؟ 2. ومعايا اوميجا زائد اوميجا تربيع دول بسالب 1. طيب ومعايا اوميجا اس 4 واوميجا اس 5، اوميجا اس 4 خلاص، اوميجا اس 4 باوميجا واوميجا اس 5 باوميجا تربيع، هتبقى 6 زائد 2 ناقص 1 ناقص 1. يبقى الاجابه كلها 6. يبقى الاجابه كلها 6 والاختيار بتاعي الاختيار رقم ب. ماشي اعزائي الطلبه، شفنا مجموعه كبيره من الافكار والمسائل، والى لقاء في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.